عاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بانتصار ثمين من قلب ملعب الإسماعيلية على حساب نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. واستعاد الفارس الأبيض عافيته وعاد لنغمة الانتصارات وظفر بثلاث نقاط غالية بعزيمة الرجال وروح الأبطال. ونجح الثنائي أحمد سيد زيزو وعمر السعيد من تسجيل هدفي الزمالك مع الدقائق الستة الأخيرة من عمر المواجهة، وواصل زيزو والسعيد تدوين ثنائيات انتصار الزمالك في الموسم الجاري، فبعدما نجح نجم ميت عقبة من تسجيل هدفي الفوز في شباك كل من إنبي وطلع الجيش، تكرر السيناريو مجددا في مواجهة الدراويش. الزمالك صالح أنصاره وعشاقه بانتصار ثمين على حساب الدراويش والعودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة الدفاع عن درع الدوري الممتاز. نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل اتنين من نجوم نادي الزمالك السابقين، والحقيقة كانوا زملاء ليا، وإن كان كمان الحقيقة حضروا أوقات ما كانتش سهلة، كانت في بداية عدم الاستقرار نقدر نقول، لكن اتنين لعيبة كبار جدا واتنين لعيبة مهمين وعندهم تاريخ وأرقام مميزة جدا في الدوري الممتاز. أبدأ بنجم نادي الاتحاد السكندري السابق وأحد هدافين الدوري والاتحاد السكندري، ونجم نادي الزمالك برضو السابق كابتن يوسف حمدي. نورنا يوسف. اهلا بيك يا ابو، وحشني والله. وانت والله عامل ايه؟ سعيد طبعا بالتواجد معاك. منورنا طبعا انت جاي من اسكندريه. انا جاي من اسكندريه. منورنا في قناه نادي الزمالك يا يوسف. ربنا يكرمك يا محمد، دانورك، وطبعا سعيد بالتواجد معاك حبيبي يا شو. معانا طبعا نجم نادي الزمالك السابق والمدرب كده اللي دايما اراء نقدر نقول ايه مبنيه كده على دراسه وشغل جامد، احمد مجدي. نورنا يا احمد، ازيك اخبارك ايه؟ كله تمام. انت عامل ايه؟ طبعا مع كابتن يوسف معاك طبعا. كل طيب. نبدا على طول النهارده، هبدا مع يوسف. يوسف اكبر سنا. تمام. يوسف بص، لو اتكلمنا النهارده على ماتش الزمالك هدخل على طول في الموضوع. انت بعين بقى لعيب كوره تعرف الظروف والمعطيات اللي حوالين مباراه النهارده، انا شايفها زودت صعوبه غير اللقاء الفني. فني نادي الاسماعيلي اللي كله التقدير والاحترام ايا كان ترتيبه في الجدول، وانت اكيد طبعا فاهم ده. مباراه اسماعيليه في اسماعيليه، قول لي شفت ماتش النهارده ازاي؟ يعني هو طبعا كان مهم جدا ان انت تطلع من الخساره اللي فاتت، المكسب كان مهم جدا. طبعا انت زي ما بتقول يا محمد، يمكن التغيرات اللي حصلت في الاسماعيلي الفتره الاخيره دي، بدايه من رئيس النادي لاجتماعات المحافظ مع الفريق، مجموعه اللعيبه كمان هي اصلا مجموعه لعيبه كويسه، يمكن حصل بس بعض الظروف عندهم، فدايما لقاء الاسماعيلي طبعا والاهلي والزمالك الانديه الكبيره دي ما بيبقاش مرتبط طبعا بالنتائج اللي قبل كده. يمكن نتائج الاسماعيلي قبل كده حسست لعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ان المباراه كانت تكون سهله يعني، لكن هي طبعا فرقه كبيره وفرقه محترمه. يمكن طبعا يحسم نادي الزمالك النهارده، الفتره اللي فاتت كان في حاله توقف شويه، يمكن الشوط الاولاني كان الفريق في حاله تعثر، وده وارد طبعا. ويمكن كل المباريات اللي احنا شفناها في الدوري الممتاز او الاسبوع الرابع من امبارح لغايه النهارده، تبص تلاقي معدلات الجري دايما عاليه، لان اللاعب بيبقى راجع من التوقف غير المباريات لما تكون فيها استمراريه يعني. فالمهم ان النادي الزمالك قدر يخرج النهارده بالثلاثه بونت، دول كانوا مهمين جدا خاصه مع فريق كبير زي الاسماعيلي. طيب قبل ما اروح لاحمد مجدي عشان اتكلم معاك يا احمد بالتفصيل، هاخد بس من على زوم الكاتب الصحفي السوداني الاستاذ سالم بعوم من السودان. مساء الخير استاذ سالم. استاذ سالم، طيب هنحاول نرجع له تاني. طيب على ما نرجع تاني للزوم، حاجه كده تخص بقى منتخب والبطوله العربيه والسودان موجوده معانا في المجموعه. طيب نتكلم مع احمد مجدي، قول لي يا مجدي شفت ماتش النهارده ازاي؟ لسه كنت بتكلم مع يوسف على العوامل، انت عارف مختلف، في حاجات بتاثر على الفنيات وعن ظروف المباراه، في حاجات كتيره جدا جدا، قول لي شفت الماتش النهارده ازاي؟ لا انا شايف طبعا يعني الماتشات زي دي ما نتكلمش فيها فنيا، ما ينفعش نتكلم فيها فنيا بعد مباراه خساره مباراه القمه، وبعد كده في توقف دولي، بعد كده في رجوع النادي الاسماعيلي لرئيس نادي جديد وناس في مجلس الشعب قعدت مع، او تغيير مدير كمان فني بيبقى صعب، الماتش بقى عاوز بدايه جديده بالنسبه له، وماتش مهم زي الزمالك وفي ارضه وسط جمهوره. فانا من وجهه نظري المكسب الكبير لنادي الزمالك اللي هو عرف ذهنيا كمان يرجع يرجع من بعد الخساره وبعد التوقف الدولي، لعيبه برده اكيد اللي راجع كمان مجهده. فبالنسبه لي مش هقدر اقيم اداء او اتكلم على الاداء الفني في الملعب كان كويس او وحش، الا انا بالنسبه لي الثلاثه بونت هم المهم جدا جدا بالنسبه لي، لان زي ما قلت لك في عوامل كتيره صعبت الماتش، صعبت ماتش كتير جدا جامد جدا جدا بالنسبه للاسماعيلي او للزمالك، فلكن في الاخر الزمالك قدر يستغل الجزء البدني لاخر ربع ساعه للنادي الاسماعيلي، انه بدنيا وقعوا شويه للنادي الاسماعيلي، الزمالك بدنيا واقف على رجله واشتغل بقوه كبيره جدا جدا جدا.
في اكيد في حاجات في الاداء مش مظبوطه، لكن في الاخر اما اجي اتكلم لا، الاداء لو الاداء كويس وخسرت الماتش مش المهم، يعني مش مهم هو الاداء بالنسبه لي، المهم التلاته بونت اللي انا اخدهم في ماتشات، في ماتش صعب زي ده وفي اسباب كبيره كتيره او كتيره جدا لماتش الاسماعيلي، فانا في الاخر التلاته بونت بالنسبه لي هم يكفيني على الاداء. رغم ان الزمالك عودنا فتره فاتت اداء ونتيجه الحقيقه معظم الماتشات، في ظروف يا كابتن ابو العلا، لكن ماتش النهارده ما اقدرش اتكلم في الاداء، في حاجات ذهنيه اللعيب بتقعد تفكر فيها، اللي انا عاوز اخرج من الجزء ماتش الاهلي مع زي ما قلت لك صعوبه ماتش الاسماعيلي، وماتش الاسماعيلي زي ما قلت لك ماتش الزمالك دايما يا كابتن لما تيجي تلعب الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك والاسماعيلي الجزء الذهني بيرتفع عند اللعيبه نفسها بتاعت الاسماعيلي، يعني لما يجي مثلا البنك الاهلي، لما يلعب المحله، لما يلعب الانديه الوسط او الكلام ده كله، لما يجي تلعب الزمالك لا اوريدي الجزء الذهني بيطلع وبيرتفع، لان دي ماتشات بتبقى كل الجمهور بيتفرج عليها، جمهور الاسماعيلي عاوز يصالح يعني الفرقه او صالح جمهور الاسماعيلي، فالجزء الذهني نفسه بيرتفع شويه. فانت في الاخر انا من وجهه نظري الزمالك قدم مباراه جيده جدا جدا ذهنيا ان هو يقدر يطلع بتاتا بونتو. طب يوسف عايز اكلمك انا في حته بقى خاصه انت نفسك اتعرضت لها قبل كده، انت كنت راجل فيرود فتره من الفترات وهداف من هدافين الحياه الدوري المهمين جدا، وجاي لنا هداف نادي الاتحاد طيب قبل ما ادخل معاك عشان ادخل في التفصيل حته عبد الله جمعه، عبد الله جمعه لعب النهارده بكراي، انت عارف المكان ده انت لعبت فيه قبل كده وبتحبه. هتكلم فيه معاك بالتفصيل، بس اخد على زوم الاستاذ سالم بعوم الكاتب الصحفي السوداني من على زوم. استاذ سالم مساء الخير على حضرتك. مساء الخير كابتن محمد، مساء الخير ضيوفك الكرام، مساء الخير لجماهير نادي الزمالك وجماهير الرياضه المصري. اهلا بيك طبعا ومنورنا في قناه نادي الزمالك، وتحياتي لكل شعب السوداني الشقيق. التحيه لك والتحيه لكل الشعب. طيب استاذ سالم ادخل معاك في الموضوع على طول، طبعا للاسف يمكن السودان ما حالفوش الحظ ان يدخل المرحله النهائيه من تصفيات المؤهله لكاس العالم، قول لي شايف اسباب الخروج ده ايه؟ انا في تقديري هي اسباب منطقيه لخروج المنتخب السوداني من مرحله المجموعات من التصفيات، على اعتبار انه لسببين اساسيين، السبب الاول انه في هناك كان المنتخب المغربي موجود في المجموعة وهو الآن في صدارة تصنيف المنتخبات الإفريقية لدى الفيفا في آخر تصنيف الذي كان يوم أمس الخميس، إضافة للمنتخب المغربي هو المنتخب الأكثر مدججا بالنجوم المتواجدة في القارة الأوروبية، فضلا عن الفارق الكبير الفني ما بين المنتخب المغربي وبين المنتخب السوداني. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أن اللجنة الفنية في الكاف قامت باستبعاد الملاعب في كل السودان من استضافة أي مباراة، وآخر مباراة لعبت على الأراضي السودانية كانت أمام قينيا بيساو في الجولة الثانية من التصفيات. بعد ذلك خاض المنتخب مباراتيه التي كان من المفترض أن يخوضها في أم درمان أمام المغرب وأمام منتخب قينيا كوناكري، خاضها في المغرب، وبالتالي أفضلية فنية للمغرب مع وجود أفضلية في الأرض والجمهور. هذه المجموعة بالكامل لعبت في المغرب لأسباب سياسية، هناك كان في أحداث سياسية موجودة في المغرب وأحداث سياسية موجودة في قينيا بيساو، إضافة لاستبعاد ملاعب قينيا بيساو كل مباريات المجموعة من الجولة الثالثة حتى الجولة الأخيرة وهي السادسة لعبت في المغرب. كانت الأفضلية الأرض والجمهور للمغرب، هذا فضلا عن الأفضلية الفنية الموجودة للمنتخب المغربي على حساب منتخبنا السوداني. طيب التركيز بقى المنتخب السوداني في بطولة كأس العرب وجاي كمان في المجموعة اللي فيها مصر ولبنان والجزائر، قول لي فرص السودان ايه في كأس العرب اللي جايه واستعداداتها ايه؟ وعايزك كمان تكلمني عن مواجهه منتخب السودان والمنتخب المصري. هي طبعا مساله الفرص تبدو اقل في وجود منتخبي مصر والجزائر على اعتبار الافضليه الفنيه لمنتخبي مصر والجزائر. لكن المنتخب السوداني يلعب بسلاح المفاجاه، وده عنصر حضر مع المنتخب الوطني السوداني في المباريات السابقه منهم، مثلا المنتخب الوطني فاز على منتخب غانا وتمكن من الاقتراب من التاهل، ثم فاز على منتخب جنوب افريقيا، ودي كلها منتخبات في تصنيف الفيفا افضل مننا في السودان. ثم بعد ذلك تجاوز منتخب ليبيا في تصفيات البطوله العربيه وتاهل الى النهائيات. كل هذه المنتخبات التي تفوق عليها منتخبنا السودان هي افضل من حيث التصنيف من منتخبنا الوطني. الاعداد، النقطة الثانية أو السؤال الثاني الاعداد، المنتخب بعد خروجه رسميا من تصفيات كأس العالم اعتبر مباراتيه الأخيرتين أمام المغرب وأمام قينيا بيساو في الأسبوع الماضي في أيام الفيفا اعتبر جزء من الاعداد، إضافة إلى إقامته في المغرب لمدة أسبوع كامل اعتبر جزء من الاعداد ومعسكر حقيقي لمواجهة منتخب كبير مثل المغرب ومنتخب قينيا بيساو قبل المجيء إلى العاصمة الخرطوم ثم التوجه إلى الدوحة
حيث البطوله العربيه. هاتين المباراتين هي الاعداد الحقيقي لمواجهه البطوله العربيه ومواجهات صعبه امام الجزائر منتخب بطل القاره الافريقيه، وامام منتخب مصر المنتخب العريق افريقيا وعربيا، وامام منتخب لبنان. لكن المنتخب سيقاتل ومعه عنصر المفاجاه، معه المدرب الفرنسي بيلول، وهو حقق استقرار فني كبير جدا مع المنتخب الوطني السوداني على اعتبار هو يخوض عامه الثاني، يعني من المدربين الاجانب القلائل الذين واصلوا مسيره طويله جدا مع المنتخب السوداني، الان اقتربت من العامين. دائما ما كان المدربين الاجانب يتم اقالتهم بعد اي خساره او بعد عده شهور، ولا يتجاوز اي منهم على الاكثر العام او العام والنصف، لكن هذا المدرب الفرنسي بيلود الان يستمر للعام الثاني على التوالي. نعم. طيب لو سألتك عن المنتخبات اللي ترشحها للفوز بالبطولة العربية. هي تبدو قطعا المنافس دوما ما بين الكبار في عرب اسيا والكبار في عرب افريقيا، دائما المنتخب السعودي يبدو حاضرا، منتخب عريق في البطولات العربية. كان في السابق المنتخب العراقي قبل التراجع على اوضاعه، يعني المنتخب العراقي هو كان سيد منافسات البطولات العربيه في السبعينات والثمانينات. انا اعتقد انه المنافسه ستنحصر ما بين المنتخب السعودي ومنتخبات المغرب العربي ومصر. وبالدرجه الاكبر يمكن الجزائر، المغرب، مصر، تونس، الاربعه دي منتخبات انا الجزائر، المغرب، مصر، والسعوديه ثم تونس. هذه المنتخبات هي التي يعني في تقديم هي ستقوم من نصيبها الكاس، وان كان ارى انه في تقديري ممكن يكون محصور ما بين المغرب والجزائر ومصر والسعوديه وتونس بدرجه اخرى. طيب ولو سريعا تقول لي برضو توقعاتك للفرق اللي هتصعد من افريقيا للمونديال. طبعا صعود المونديال محتاج الى نوع من الحظ، التصفيات الافريقيه التي تعتمد على نظام الذهاب والاياب محتاجه الى نوع من التوفيق. اولا القرعه، لا تحصل القرعه على اي منتخب عربي، يعني ممكن نشاهد مواجهات عربيه على اعتبار المغرب والجزائر في التصنيف الاول ومصر وتونس في التصنيف الثاني، ممكن نواجه صدامات عربيه ستكون قويه، هناك منتخبات السنغال في التصنيف الاول ومنتخب قوي. اعتقد المواجهات ممكن تكون صعبه، لكن اعتقد اذا منتخب عربي اذا ما هو يريد التاهل للنهائي في البدء، غير الاعداد وغير الناحيه الفنيه وغير الناحيه النفسيه والاعداد والجاهزيه وكل هذه الامور، ويحتاج الى توفيق بان تكون القرعه جيده به، وان تكون حينما تحين فتره المباراه وهو شهر مارس القادم لا تكون هناك اصابات، لا تكون هناك غيابات، في عوامل كثيره بتحكم نظام التصفيات الموجود، نظام الذهاب والاياب والتاهل. وانا ما دار اكون متشائم على الصعيد العربي، لكن هذا النظام دائما ما يقسو على المنتخبات العربيه، المنتخبات العربيه دائما تصعد بنظام عندما تكون المجموعات هي المرحلة الختامية من التصفيات، لكن عندما تكون مرحلة الذهاب والإياب هي الفاصلة للتصفيات، أنا أعتقد أنه بتكون مرحلة صعبة جدا ومحتاجة إلى تركيز ومحتاجة إلى توفيق، لأن لا تكون هناك غيابات في أي من صفوف المنتخبات العربية. لكن أتمنى بما أن المونديال على أرض عربية وهو دولة قطر، المنتخب السعودي على الصعيد الآسيوي اقترب يعني من التأهل ووضع قدم. الآن عندنا أربع منتخبات عربية، مصر، المغرب، الجزائر، تونس في المرحلة الأخيرة من التصفيات العربية، تصفيات على قارة أفريقيا. أتمنى أن يكون في أكثر من منتخب عربي متواجد في مونديال قطر. إن شاء الله. عموما ألف شكر، طبعا شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ سالم بعوم، الكاتب الصحفي السوداني من السودان. ألف شكر لحضرتك. يوسف كنت برجع بقول لك على فكره، طبعا كان في تغييرات كتير هرجع اتكلم معاك فيها بالتفصيل، بس انا عايز اكلمك تحديدا انت على مفاجاه عبد الله جمعه. اعتقد معظم الناس النهارده اتفاجئت بموقع عبد الله جمعه او مركز عبد الله جمعه اللي فيه النهارده. يعني يمكن هو طبعا لازم يحصل عمليه تفاجؤ خاصه مع مستر كارتيروني، يعني يمكن هو قبل كده كان في مشاكل في ناحيه اليمين دي السنه اللي فاتت، كان دايما بيحلها محمد عبد السلام قبل ما يروح نادي الاتحاد، وكان احيانا بيحلها عبد الغني بيلعب هو باك رايت وبيكون محمود على جنب الونش. حته ان هو يلعب باك رايت عبد الله، حته انت عارف محمد غير لما يلعب اي، كان ممكن يحلها باي حد بيلعب برجله اليمين. اذا كان هو تصريحه النهارده كمان بالنسبه للمسلوسي ان هو رجع من المنتخب متاخر، ممكن يكون هو رجع من المنتخب متاخر، فده طبعا طريقه، وممكن كمان هو حته عقاب مثلا لمباراه النادي الاهلي. وان كنت انا ما بحبش النقطه الثانيه، لان كان في فتره توقف، وما دام في فتره توقف انت بتقدر تتعامل مع اللعيبه نفسيا، وخاصه لما يكونوا محترفين، انك تطلعهم من الحاله دي ويكون حافز ليهم للفوز في الماتش. شايفها عقاب ولا شايفها بيحميه؟ يعني خد بالك، يعني
في مدرب ممكن يقوم دايس بشكل معين فيبدا اللعيب بقى نفسيا يقع منه، على ما تلحق تلمه تاني تجيبه من بعيد قوي. ما هو انا بقول لكن لما تبعده شويه صغيرين كده ممكن بتجدد عنده الدوافع، ده رقم واحد. رقم اثنين البديل بتحسسه بالامل وان هو رجليه في الملعب، ومنها جزء يعني اللي هو ايه ما عاقبتوش الراجل موجود ونزل النهارده. ما هو البديل النهارده كمان يمكن يعني انا لو بعته النهارده عشان محافظ عليه، البديل النهارده راجل بيلعب اصلا باك ليفت او هاف رايت، مش اللي هو البديل اللي هو الاحتياطي اللي هو الباك رايت مثلا في وجود حازم او كان قبل كده مثلا احمد عيد. حته الفكره كمان ان انت النهارده انت افتقدت زيزو، يمكن انت احيانا لما بتيجي بتحط باك وهاف متفاهمين مع بعض بقى لهم فتره كبيره بيلعبوا، تبص تلاقي زيزو النهارده معظم الشوط الاولاني بيدخل لجوه علشان يجي يطلع الباك رايت عشان يعمل كروس، فيروح جاي عبد الله جمعه واخدها وداخل بيها لجوه تاني، فطبعا ده اثر فنيا على الفريق. يمكن هو زي ما انت بتقول هو عايز يحافظ على لعيبته، لكن خليني اقول لك محمد ان دايما لعيبه نادي الزمالك وانت عارف الكلام ده بتمر بمراحل كتيره جدا وبيحصل عمليه تعثر، وخاصه لما يكون لعيب محترف، فاللاعب المحترف ده الطبيعي ان هو لازم يرجع لمستواه بسرعه. ويمكن هو الراجل لما نزل يعني يمكن لما نزل حسينا كمان بتغير، يعني يمكن هو لما لعب المسلوسي لما نزل مكان عبد الله ولعب قدام زيزو طبعا الوضع مختلف، فانا كنت حابب ان هو لو حابب يحل المكان ده يحله بحد بيلعب برجله اليمين. طيب مجدي تتفق مع فكره عبد الله جمعه؟ عايزك كمان اسالك على يعني هاخد رايك في دي، وعايز اسالك على فكره النهارده ست لعيبه غير اللي بداوا على فكره ماتش الاخير في الدوري قبل التوقف، ده ممكن يخض ناس كتير، ممكن ياثر على الاداء بعض الاوقات. كان النهارده الاداء مش افضل حاجه زي ما قلنا نظرا للظروف، لكن في الاخر برضو يحسب ان الفريق في ظل التغييرات يعرف يكسب ويعرف تاخد ثلاث نقاط. قول لي شفت التغييرات كتير ازاي، وعايزك تكلمني برضو عن مركز عبد الله جمعه. بص يا كابتن ولاء، التغييرات برضو بيبقى ليها ايه يعني شقين، شق اللي انا بكسب وبغير لعيبه، وده بيوصل للعيبه الاساسيه اللي موجوده ان انا اوريدي بكسب من غيرك، فده بيخلق شويه يعني ايه عارف ان انا موجود على طول باستمرار في تنافس لعيب مثلا زي اوباما النهارده قعد، النهارده مصطفى فتحي بيلعب الفرقه بتكسب، فانت اوباما مطالب ان هو يبدا يشتغل على نفسه ويزود عشان لو عاوز ارجع العب في مكان تاني. ده الشق الاول. الشق الثاني في اوقات كتيره التغييرات الكتيره بتبقى يعني سيئه، ولكن في الاخر كارتيرون موصل اللعيبه كلها لمستوى فني واحد، او حتى لو في لعيب اكيد طبعا في لانها قدرات فنيه وقدرات يعني فرديه، في ممكن لعيب 100% وفي لعيب تحتيه ما يبقاش 40% يبقى 80% يبقى 70%. فانت النهارده لما تيجي تحس كتغييرا كاداء في الملعب، ما فيش تغييرات كتيره في الملعب كاداء، ولكن في الاخر انت كسبت وفي وسط التغييرات دي، فده بيدي انذار للعيبه الاساسيه او اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت ان انت اوريدي قعدت احتياطي واللعيبه اللي موجوده لعبت وكسبت، فانت اوريدي مطالب ان انت تعمل مجهود 200% مش 50% او 100% لا 200% عشان لو عاوز ترجع تلعب. وفي نفس الوقت ببقى كمدير فني عندي ثقه في الروتيشن اللي بعمله، ان انا النهارده لو عندي كل اربع ايام ماتش او كل ثلاث ايام ماتش، النهارده لما العب النهارده مصطفى فتحي، النهارده لما العب اوباما المره الجايه هيبقى نفس المستوى قريبين من بعض، مصطفى يشتغل احمد سيد زيزو يقعد ممكن ونجم يشتغل مكان بن شرقي، فانت اوريدي لما اجي اعمل الروتيشن ما احسش ان اللعيبه او فوارق الاداء كبيره جدا جدا. ودي نقطه مهمه جدا عاملها كارتيرون من السنه اللي فاتت من نهايه الدوري سواء جريء فيها الحقيقه. ما انا بقول لك من نهايه الدوري اللي فات، لانه هو واثق من الشغل اللي هو بيعمله او موصل اللعيبه كلها لنفس المستوى البدني، انت بتلعب ماتشات وديه وبتلعب كل ثلاث ايام ماتش، فانت مطالب يعني من اسباب اللي الدوري الزمالك خد الدوري السنه اللي فاتت كان حته الروتيشن في الاخر. عشان ما انساش النهارده برده كره عواد دي مثلا، واحد بقاله فتره عواد ماتش النهارده، انا بقول لك انا من وجهه نظري من نجوم الماتش النهارده عواد في كذا كوره، مش الكوره دي بس لا في كذا كوره. فانت في الاخر لما اللعيبه يا كابتن ابو العلا بيلعب وتلاقي مستواه اكنه مش موجود في يعني مش موجود من هو بعيد بقاله فتره كبيره، يبقى انت بتتمرن كويس جدا جدا جدا، واقف على رجلك كويس مركز، لما تستني الفرصه لما تاخدها هتظهر بالمنظر من ودي لازم احيي عليه عواد. الراجل على فكره السنه كان بيلعب احمد، فجاه ما بقاش يلعب والتزم في الصف تاني، النهارده جات له فرصه فتره كبيره، فتره كبيره النهارده طبيعي، يعني انا مش شايف ان عواد مثلا بعيد عن الملعب تماما، ما حسيتش كده خالص. ما عشان كده بقول لك في الاخر ده يحسب للمدرب حراس المرمى، يحسب لعواد نفسه ان هو مركز ومستني الفرصه، لما جات له الفرصه مسك فيها، وده اللعيب اللي هو المنتاليتي اللي محتاجينها يا كابتن او اللعيبه الكبيره اللي انت اوريدي انا ليا دور في الفرقه موجود بتمرن ومستني فرصتي. والراجل ولا بيخلق مشاكل ولا بيتكلم كتير ولا عامل مشاكل في اوضه اللبس، لا انت بالعكس الراجل ملتزم جدا وشغال كويس. فده انذار للعيبه كلها ان انا هلعب واعمل روتيشن واللعيبه كلها واحنا بنكسب وماشيين كويس، ففي الاخر ده يحسب للراجل وهيبقى كارت معاه بالنسبه له في الروتيشن اللي بعد كده اللي عاوز يعمله كمان. طب عايز قبل ما اروح ليوسف تقول لي موضوع عبد الله جمعه ده فاجئ ناس كثيره النهارده. بص انا من وجهه نظري ان هو مش هيكمل على كده، يعني مش هيكمل على كده. هو الراجل قال في المؤتمر الصحفي، قال لك ان انا المسلوسي بالنسبه لي ده جاي من التوقف الدولي وممكن يبقى مجهد شويه فحافظت عليه. فلما تيجي نبص يا كابتن حتى الناس اللي بره موجوده مين اللي ممكن يلعب باك رايت، يعني ما فيش حد
هو ممكن لو امام عاشور، وما اعتقدش ان هو عاوز يخسر امام عاشور في حته وسط، لا كان ممكن زيزو ويحل واحد قدام، بس كان ممكن عبد الله جمعه يكسر على فكره، بس عبد الله قدام كابتن زيزو مميزاته في الحته اللي قدام اكتر بكتير من الحته اللي ورا، لان زيزو كمان بيخش جوه عمق الملعب، الحته دي يعني في هو كمان اللي في لها مركزيه كابتن ولا بن مصطفى فتحي ومن شرقي واحمد سيد زيزو بيخش يلعب كانه ديفندر ثالث، فالحاجات دي مش اي حد يعرف يعملها، يعني عبد الله طلعته قدام، عبد الله يلعب على خط بس مش عارف يخشها في عمق الملعب، فعندك اوبشن احمد سيد زيزو بيعمله لك في على الخط وجوه عمق الملعب، فانا بالنسبه لي اختيار غريب، بالنسبه لنا اختيار غريب لان ما حدش توقع الموضوع ده، سواء عايز يحل موقف مثلا، عاوز يحل موقف بالظبط، وانا متاكد تاكد كبير جدا ان هو مش هيكمل، يعني مش هينفع يحطها بعد كده في الشغل بتاعه، ممكن ممكن الراجل الايمن يلعب باك ليفت، لكن الشول نفسه عامه بيبقوا بنسبه 90% ما بيعرفش يلعب بيمينه، فانت يعني فاهم يعني، لكن اللي بيلعب بيمين ممكن يتعلم يلعب بشمال، حد ممكن يقول لك ايه مثلا، ما هو بيعرف يلعب الاشول ناحيه اليمين قدام، ليه ما يلعبش ناحيه اليمين ورا؟ لا ورا حاجه يعني، وقدام حاجه ثانيه، لا صعب يعني، لا دي ليها مميزات ودي ليها عيوب، لكن في الاخر هو ممكن بالنسبه له حل موقف، لكن ما اعتقدش ان هو يكمل على كده. انا كمان في اعتقادي ما اعرفش تتفق معايا يوسف ولا لا، ان هو لو كان لاعب زيزو الباك رايت وعبد الله جمعه ناحيه اليمين قدام، انت هنا ممكن تبقى مهدد انك تخسر مركزين بالظبط، يعني انا لعبت في مركز واحد اللي هو الباك رايت، مش موفق شلته اغيره اعمل تغيير تبديل، عندي باك رايت موجود لكن ما اخسرش، لكن لو زيزو ما بقاش موفق كمان ورا وعبد الله جمعه ما بقاش موفق قدام، مش موضوع في التوفيق بس يا كابتن علي، انت خسرت تغييرين، لما تيجي تبص لعبد الله هو باك، التغطيه العكسيه يعرف يعملها، هيعرف يقف كويس في المكان نفسه لانه اوريدي عارف المكان بيتوقف فيه ازاي، لكن احمد زيزو مش باك، يعني ممكن التغطيه العكسيه ما تلاقيهاش، ممكن تلاقيه فاتح الملعب زياده عن اللزوم في التغطيه العكسيه، ممكن تلاقي في مساحات بين السيرد باك والباك، فكل ده هيعمله لك، وهتفقد كمان ضمه قدام، انها ضمه قدام هيقول لك 50% من القوه الهجوميه بتاعت نادي الزمالك بالظبط، اللي هو احمد سيد زيزو، الكروسات هتلاقي كروسات قليله جدا جدا جدا، والزمالك بيعتمد على حته الكروسات، لا فانا من وجهه نظري لا، هو يعني ما لو كان رجع احمد سيد زيزو كان خسر الاثنين، لا هو كان فعلا كان هيخسر الاثنين زي ما انت بتقولها ابو العلا، وبعدين كان مين اللي هيلعب مكانه؟ انت دلوقتي مكان زيزو مكان زيزو، هو كان هيلاعب مصطفى فتحي وكان هيلاعب يوسف امام اكيد يعني، او نجم في حته السرعه او نجم، لكن هتلاقي في اختلاف في حته السرعات، يمكن احنا لو لاحظنا النهارده كمان، هو لو قلنا يوسف امام لاعب مكانه النهارده مصطفى فتحي فهو الطبيعي ان هو كان بيلعب او كان بينزل فرجله في الملعب، سيف وعمر نفس الشكل، انما كونه هو يغير في خط الظهر بالكامل النهارده، هو مغير النهارده ثلاث لعيبه في خط الظهر وحارس مرمى كمان، دي من يعني اما تحس النهارده ان مفيش مشاكل بالنسبه لخط الظهر ولا حارس المرمى. انا عايز اشوف بس يا جماعه بدون قطع كلامك، هو الهدف ده يا جماعه اللي عامله زيزو؟ اللي عامله زيزو طبعا، مش مصدق ليه؟ يمكن بس مباراه على التوالي يكسب فيها الدويتو ده، صح كده، زيزو وعمر سعيد حتى هما كمان اللقاء بعد الهدف هو بيقول له، يعني بيقول له ان احنا مع بعض، يمكن في هي نقطه اللي جت بعد المسلوسي وهو بيسلم على كارتيرون، في بعض الناس فكرت ان المسلوسي اللي عمل الباص، فهي النقطه بقى دي اللي احنا بنتكلم فيها، يعني احنا بنتكلم في اربع لعيبه اتغيروا في خط الظهر يا ابو العلا، وده طبيعي مفيش اي مدير فني بيعمله، تعرف ان خط الظهر حصل فيه مشاكل، ان عبد الغني يلعب النهارده وعبد الشافي عبد الشافي بقى له فتره مش بيلعب، النهارده عبد الله جمعه يلعب ناحيه اليمين، ده طبعا اثر، بس هو الراجل حاول يحافظ على الاثنين الديفندر والاربعه اللي قدامهم اللي هم دايما القوه الضربه زي ما بيقولوا لنادي طب يوسف ما كان ممكن يلعب محمد الغني ناحيه اليمين، ما انا قلت كده، انا بقول يعني هو كان، انا شايف من وجهه نظري هي حلها حاجه من اتنين، انت قلت زيزو هو زيزو يرجع باك، لا دي صعبه شويه هنخسر، انما كان ممكن عبد الغني يلعب وكان يلعب محمود علاء، بس هو ليه وجهه نظر برضو ان هو لازم يحسس محمود ان حصل ان انت لعيب كبير وليك قيمتك، لكن انت حصل مشاكل في المباراه الاخيره وراجع من المنتخب، لكن لازم زي ما بيقولوا كده علشان انت تقدر ترجع تلعب تاني، والفتره اللي جايه كمان حته موضوع المنتخب مخليها كل اللعيبه عايزه تلعب وعايزه تشارك علشان يكون لي تواجد، فيمكن هي دي النقطه بس اللي حب يحل بيها المشكله. كنت عايز اكلمك على موضوع مصطفى فتحي. انا مصطفى فتحي في مركز رقم 10 يعني بحس ان هو ما بيلمس الكره كتير شويه، صح؟ بحس ان هو على الطرف بيبقى اخطر. النهارده انت حسيت بكده او تفضل انه يلعب بلاي ميكر 10 ولا تفضل يلعب على الطرف؟ لا انا بفضل ان هو يلعب على الطرف، يمكن انا كنت متابع مصطفى جدا في سموحه، يعني معظم مبارياته كنت بحللها معظم الوقت، وحتى في المنتخب، يمكن هو احنا دايما انت عارف يا محمد اللعيب اللي بيلعب في المكان ده بيبقى محتاج شويه ان هو دايما يستلم تحت ضغط، دايما ممكن يكون شايف بظهره، محتاج سرعات، يمكن هو دايما تحس ان مصطفى اما بيحسم عمليه الخنقه دي بيروح جاي رامي نفسه ناحيه اليمين شويه يبدا يظهر مستواه الطبيعي، ان هو بيحب يدخل لجوه، يحب يصوب، يحب يراوغ، لا انا اعتقد ان طبعا مركز 10 بالنسبه له بياخد منه كتير قوي، هو الافضل ان هو يلعب هاف رايت. اتفق يا مجدي مع القصه مصطفى فتحي ولا يبقى فري ولا يبقى ايه؟ بص مصطفى يعني ان شاء الله ربنا كرمه وبعد عنه الاصابات هيبقى نجم الموسم بالنسبه لي، هيبقى يعني ماشي كويس جدا وواقف على رجله وفايق، ولكن في الاخر اللعيبه المهاريه كابتن لازم تلعب في عمق الملعب، انا من وجهه نظري كده، لان هو اللعيب اللي يعرف يستلم بين الخطوط ويعرف يستلم في مساحات ضيقه،
وعندك ما مقارنه باحمد سيد زيزو، ما هتبقى مقارنه ظالمه. احمد سيد زيزو دفاعيا وهجوميا قوي وقوي بدنيا، بيروح يعمل لك كروسات وبيشتغل وفاتح جبهه كويسه جدا جدا مع مسلوسي. فلو فقدت احمد سيد زيزو في عمق الملعب مش هيعرف يعمل لك حاجات دي على الطرف. فمصطفى مش بدنيا ممكن ما يقدرش. انت لو في سموحه لو تلاحظ السنه اللي فاتت كان مصطفى مش من الناس اللي بتنزل تدافع، كان دايما معلق نفسه قدام. لكن انت في الزمالك هنا احمد سيد زيزو بيعمل لك حاجتين، بيعمل الجزء الدفاعي وبيعمل الجزء الهجومي، بيعمل كروسات، بيعرف يشوط على الجون، بيعرف يشتغل واحد ضد واحد، بيعرف يعمل 1 2 ويشتغل. فانت عنده اوبشن كبير، يقدر هو رئه كبيره جدا ناحيه اليمين. لكن انا من وجهه نظري يعني شيكابالا مثلا، انا من وجهه شيكابالا رقم 10 ما يلعبش على الطرف، لان اللعيب المهاريه بتعرف تستلم في المساحات الضيقه، بتعرف تعمل لك ثرو، بتعرف تشوط على الجون. يعني انت مصطفى فتحي جاب ماتش الاهلي جابه ازاي؟ جابه من عمق الملعب وفي حته قد كده، بيستلم الكوره وراح لافف وراح شايط. لكن الاطراف عاوزه مجهود بدني كبير مش صغير. فانا من وجهه نظري مصطفى رقم 10 هيبقى كويس جدا، بس يشتغل على الشغل اللي هو يعرف يستلم بالخطوط ازاي ويشتغل ازاي، هتبقى بالنسبه لي رقم 10، مش ما ينفعش يلعب على الطرف. طب يوسف بن شرقي حاسس ان هو بقى له فتره مش في افضل حالاته، رغم ان الحقيقه واخد ثقه كبيره جدا من الجماهير. المدير الفني مستر كرتون بيتكلم عليه دايما بشكل مميز، واضح كمان ان علاقته باللعيبه ببعضها باشرف بن شرقي علاقه مميزه جدا. انا مش عارف هل انت حاسس كمان ان نفس الاحساس اللي انا حاسه؟ قد يكون مثلا ايه السبب؟ ممكن يكون فكره المنتخب والاجهاد، ولا موضوع التجديد؟ يعني انت عارف اكيد اللعيب برضو اكيد بيعيش معانا وعارف الضغوط يعني وبيفكر. يمكن هي انا شايف ان هي وجهه نظري، اول حاجه طبعا هو موضوع التجديد، هو طبعا مشغول بيه. حته المنتخب برضو ورجوع من المنتخب ممكن يكون سبب اجهاد، لكن هو ده السبب الرئيسي ده يعني. انا متاكد ان هو موضوع التجديد. لكن خليني اقول لك زي ابو العلا، زي ما انت بتقول كده، هو بن شرقي بالنسبه لجماهير نادي الزمالك عنصر مهم جدا، الناس مش حاطه عليه ضغوط، حابين تواجده. معامله زي ما انت بتقول زملائه، كل الحاجات دي المفروض تشيل الضغوط عليه وتخليه يفكر في الملعب بس. خاصه ان انا بقول لك هو لعيب مميز، ويمكن انا شفت بعض التصريحات ليه، معظم الوقت تحس ان هو اللعيب برضو مهم جدا ان هو الثقافه، هو تحس ان هو لعيب مثقف عقليته كويس. فاعتقد ان المفروض الحاجات دي ما تاثرش عليه في الاداء. لكن هو فعلا لغز بالنسبه لجماهير نادي الزمالك وبالنسبه للجهاز الفني، بقى له 4 مباريات او 3 مباريات دلوقتي مش بن شرقي. يمكن حاله زيزو وحاله طارق حامد، وخاصه زيزو الفتره اللي فاتت دي والفوقان ده، هو دايما هو المكسب. يمكن احنا كنا بنعتمد على الاثنين ان هو اي حد بيكسب الفرقه. يمكن زيزو هو اللي ماشي بشكل كويس دلوقتي، اعتقد ان هو لازم يراجع نفسه كمان، حتى كمان عشان موضوع التجديد اذا كان في عروض انت عارف ان هي هتاثر عليك. يعني هو اللي بيتابع ما بيتابعكش على طول، لازم هيفضل متابعك باستمرار، فده هياثر عليك في المستوى. خاصه كمان ان هو اللعيب الوحيد اللي بيلعب دلوقتي في المنتخب تقريبا، منتخب المغرب مش محترف، فلازم كمان يحافظ على النقطتين دول من خلال ان هو يظهر بشكل كويس، عشان لو في تجديد يبقى اعلى زي ما بيقولوا، وبنفس عشان المنتخب برده كمان الفتره اللي جايه دي يكون هو متواجد فيه باستمرار يعني. طب عايز اخد رايكم في التغييرات النهارده في الدقيقه 66، خرج عبد الله جمعه ولعب مكان المسلوسي، اللي هو طب حد ممكن يقول لك طب ليه مش من البدايه مستر كارترون، زي ما مثلا بنتكلم لما انت في الاخر رجعت للحل طبيعي التقليدي، وكمان خرج سيف الجزيري ونزل عمر السعيد. تغيير مركز بمركز وكل حاجه. عايز اخد رايك الاول في التغيير الاولاني في الدقيقه 66 وكان لسه النتيجه 0-0. هو ظبط الملعب شويه يعني. هو مسلوسي وكلامه بعد المؤتمر في المؤتمر الصحفي بعد الماتش ان هو كان مجهد وكان على مسلوسي كان بدنيا مجهد وراجع من المنتخب، فهو اداله بتتكلم في ثلث ساعه يعني، تلت ساعه بالنسبه له مش اكنه تسخينه، فمش مش هيجده بدنيا. فبالعكس هو ظبط الملعب اتظبط شويه، والجزيري عمل مجهود كبير في الشوط الاول ولغايه ما طلع ونزل مروان، لانه هيشتغل على الكروسات بقى، هيبدا بقى يظبط الملعب. فالملعب اتظبط، احمد سيد يقدر يتحرك لانه وراه المسلوسي مش مقلق، حتى لو دخل جوه الملعب مسلوسي يقدر يشتغل ويعمل كروسات. فنزل مروان اللي هو نزل عمر السعيد عشان يقدر يشتغل على الكروسات ويقدر موجود دايما في منطقه الجزاء ويبقى روح جديده. فانا من وجهه نظري التغييرين دول بدأوا يتقلوا الزمالك في الملعب. بس انا عندي وجهه نظر شويه مجدي، وما اعرفش تتفق فيها ولا لا معايا. لما يكون الماتش بقى فيها زيزو وحمزه المسلوسي وقد يكون الاوفرات تبقى كتير، انا الحقيقه مش محتاج بس عمر سعيد، انا محتاج جزيري كمان. جزيري ماتش اسماعيل اللي فات لو تفتكر في الدور الثاني هو اللي جاب الهدف الاولاني، ولا كان الهدف الثاني، بس هو اجهد من ضربه انت برضه بتلعب 66 دقيقه واجهد وفي نفس الوقت. لا انا لو لعبت في الودين من وجهه نظري ده بيسهل الدنيا على فرقه الاسماعيلي. دي من وجهه نظري انا، هتبقى قدامك هتنزل ليبرو او تلعب 3 فلات، الاثنين هيبقوا ممسوكين. لكن اللعيبه اللي بتيجي من وسط الملعب واللعيبه اللي بتيجي من الناحيه الثانيه، مثلا لو بترفع كوره ناحيه مين، بن شرقي يخش والناس في وسط، مصطفى فتحي او امام عاشور او اما بينزل او ما نزل
اوباما لعيبه كويس جدا 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 هو صحيح بالظبط هو بيعوضها بيوسف السؤال ده اجابته اوباما دايما زي ما قلت لك قبل كده مش 9 هو مش سوري مش رقم 10 هو بيلعب 9 ونص لو راجل المهاجم بيروح وهو دايما في ظهره فانا في الاخر انا يعني عشان اهاجم احط اثنين مهاجمين مش هو ده الصح انا لما تبص على الكره في العالم كلها هو بيزود وسط الملعب عشان وسط الملعب لو في زياده عاديه دايما المدافع يا كابتن ولاء بيقعد يبص لمين للمكان اللي انا فيه اللي هو المهاجم معايا المهاجم لكن اللعيبه اللي بتتحرك من ورا دي ما حدش بيبقى مركز معاها وشغال لعيب اه بالظبط تخش بين بين الخطوط او بين السردباكين ويقدروا يجيبوا اوباما جاب جوان كتير جدا 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 بالطريقه دي فانا الفرودين بالنسبه لي هيسهلوا على الاسماعيلي مش هيبقوا عاملين ضغط على الاسماعيلي اكتر يعني طيب بعد الهدف الاولاني اما نزل بقى اسلام جابر مكان مصطفى فتحي ويوسف اوباما مكان امام عاشور قولي رايك في التغييرات ايه هو طبعا كان المقصود بيها هي على شكلا تغييرات كده انما هي مركز مش بمركز يعني بيقول للمدير الفني بدات مديرين فنيين كتير قوي يعملوها ولا لا يعني هو مغير الاثنين في نفس الوقت هو يوسف اوباما نزل مكان امام عاشور واسلام جابر مكان مصطفى فتحي هو مش عايز يعمل يوسف اوباما مكان مصطفى فتحي يعني كان في حاجه بتحصل فهو ظبط الملعب شويه يعني حط اسلام بعد امام عاشور بذل مجهود كتير قوي النهارده ويمكن امام النهارده كان لاحظت كمان حاجه كويسه في بدايه الشوط الاول كان بيروح ناحيه الشمال وبيهاجم وبدا ياخد دور هجومي شويه ويوسف اوباما طبعا نزل مكان مصطفى فتحي علشان يحل النقطه اللي انت بتقول عليها دي احيانا المدير الفني زي ما انت بتقول لما نزل عمر السعيد ونزل المسلوسي فمعنى ذلك ان في كور عرضيه بس دايما هو لما الاثنين يكونوا موجودين دايما لما بيكون عمر موجود بيكون مع يوسف اوباما لان يوسف هو اللي بيقدر يكمل كراس حربه ثانيه حتى زيزو يمكن بن شرقي دايما بيبقى فاتح الخط اما بيحصل اوفرات من ناحيه الشمال بيبقى زيزو هو اللي مكمل ناحيه اليمين ده كمان معاهم في نفس التغيير ونجم مكان بن شرقي وبعد كده نجم مكان بن شرقي بقى لعب على الطرف مكانه ونجم كمان يعني هو من الصفات اللي فيه ان هو بيعرف يكمل كانه راس حربه تاني يبقى انت زي ما بتقول كده محمد هو اخد الشوط الاولاني اعتمد على سرعات سيف الدين الجزيري ما بقاش محتاج كور عرضيه كتير ويمكن ده يمكن برده حته عبد الله جمعه ان هو يلعب ان انا مش محتاج ان انا العب كروستات عبد الله في الشوط الاولاني يعني عبد الله مش هيخليه يعمل فلما نزل المسلوسي بقى نزل ناس ان هي تقدر تلعب بدماغها وتكمل من الناحيه الثانيه يمكن ده فكر برده كويس واحرزنا منه الهدف الثاني بشكل كويس او عمر سعيد ماشي فتح شويه بين سروهات وبقى في انفرادات هو طبيعي تلك. كمان الحاله البدنيه احنا يمكن احنا قلنا الفتره اللي فاتت دي نادي الزمالك الحاله البدنيه من بدايه اول ماتش في افريقيا تحس ان الفريق مش جاي من راحه او مش جاي من فتره اعدادي طيب قبل ما اكمل كلامي معاك وتاني يا احمد ده انا لسه هسالك كمان اسئله مهمه جدا جدا خلينا اطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم تاني طبعا فوز مهم لكن طبعا كحته باك يمين مش عايز تلاعب مثلا المسلوسي في بدايه المباراه كنت ممكن تعكسها تخلي زيزو الباك وتخلي الوينج باك اللي هو عبد الله جمعه فمبروك لنادي الزمالك استعاده الثقه والعوده بالمنافسه بقوه ان شاء الله على لقب الدوري والف مبروك مبروك طبعا فاهم الفوز النهارده الحمد لله يعني هم عدوا المرحله دي عدوا الماتش بتاع الاهلي فاهم فان هم يكسبوا الماتش اللي بعده بيبقى الاداء مش كويس قوي بس الحمد لله ان هم عرفوا يعني عدوا الماتش ده مهم ان هم كانوا يعدوه يعني عشان يعرفوا يرجعوا تاني واللعيبه تثق في نفسها وكويس برضو الحركه اللي هو عملها ان هو ما بداش بمسلوسي ما بداش بعلاء ما بداش بالناس دي بصراحه مبسوط جدا من النتيجه دي ومن الاداء والرجوله والقتال وطبعا ما شاء الله عليه طبعا كابتن طارق حامد ده يعني لعيب الماتش مين النهارده بالنسبه لي طارق حامد بصراحه طبعا الحمد لله الف مبروك نادي الزمالك 3 بونت وطبعا احنا فزنا على الوداد العام وكان ماتش جميل جدا وكان بصراحه يعني ماتش رائع من جميع اللعيبه وطبعا عواد عمل ماتش كويس واحنا طمنين على حارس المرمى بقى عندنا بقى اكتر من حارس مرمى كويس وان شاء الله بالتوفيق الفتره الجايه باذن الله الحمد لله على النتيجه اللي احنا وصلنا لها بس برضو الخطوه الثانيه في الشوط الثاني كان احسن من الشوط الاولاني بكتير قوي تغييرات كمان فرقت غير في الشوط الاولاني قبل ما الشوط الاولاني يخلص بالنتيجه ديت والحمد لله على المكسب ونتمنى ان شاء الله الماتش الثاني يبقى نفس النظام الحمد لله على 3 بونت طبعا الاداء ما كانش اللي هو بس التغييرات فرقت معانا طبعا جامد جدا التغييرات الماتش طارق حامد طبعا طارق حامد لا الشوط الثاني في من بعد الدقيقه 70 احنا اتغيرنا قوي يعني بقى في تكتيك كويس والزمالك شد حلو وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله التغييرات فرقت النهارده في اللقاء مصطفى فتحي ما كانش يعني مهنك في الاخر التبديل كان متاخر شويه بس لا كده كويس احسن عمر السعيد ما شاء الله عليه تغييره حلو وندي الثقه بردك لحمزه المسلوسي الفوز طبعا اكيد واستمراريه ان احنا نكمل وناخد الدوري السنه دي ونحافظ عليه واكيد طبعا ده مستوى نادي الزمالك وهيفضل الزمالك كبير بلاعيبته بجمهوره بادارته
لكل الناس المؤيدين لنادي الزمالك هيفضل كبير. هو بصراحة نجم الماتش فيه كذا أكتر من واحد يعني كده، يعني كان عاجبني النهاردة أحمد سيد زيزو كان بيلعب كويس، كان برضو محمد عواد شال جون يعني ما يتشالش بصراحة يعني، فربنا يوفق إن شاء الله ويجي أحسن بإذن الله. نرجع حضراتكم تاني. مجدي لو سألتك عن ماتش الباك الأهلي، تتكلم في يومين والتالت المباراة، وكارتيرون من بكرة هيبدأ تدريبات مفيش أجازة، ده طبيعي، بس هل حد يقدر يتخيل بقى ايه التشكيل اللي ممكن يلعب بيه كارتيرون مباراة البنك الاهلي؟ اعتقد ممكن يكمل نفس التشكيل. نفس التشكيل اللي بدأ بيه؟ لا يعني بتغيير المسلوسي مكان عبد الله. يرجع تاني يرجع ولا لا. حازم امام اللي هيكون خلص ايقافه؟ لا اعتقد النهارده ايقافه يخلص حازم. ما اعتقد مسلوسي يعني برضو حازم بعيد بقاله كتير جدا بعيد عن الماتشات، اكيد برضو جاهز واشتغل، لكن المسلوسي اللي في رجله في الملعب، فاعتقد ممكن يرجع المسلوسي يشتغل تاني ونفس الاثنين ديفندرين. ممكن تلاقي واحد تغيير واحد في مكان قدام، ممكن يعني ممكن يا عمر السعيد يا جزيري، لكن الباقي يكمل زي ما هو. طب ده من وجهه نظري يعني. يوسف عواد أوه. ولا عبد الغني؟ لا هو نفس التشكيل كده يعني انا الاثنين مساكين زي ما لعبوا النهارده عبد الغني والمش ممكن المسلوسي هو اللي هيبدا اكيد، عبد الشافي حازم، دي حازم مهم جدا ان هو يكون موجود، واعتقد ان هي هتكون مرتبطه بتمرينه وجاهزيته، لو جاهز انا شايف ان هو يلعب على المسلوسي حازم امام الاثنين الديفندر طبعا امام و سهل بالك الموسم اللي فات في اواخر الموسم اللي فات كان الاثنين موجودين، لكن كان المسلوسي بيبدا دايما. هو المسلوسي كان افوق الفتره يعني، هو فنش كويس قوي، عنده اوبشن ثاني يعني، يبقى عنده اوبشن ثاني لو مسلوسي مش موجود. الاثنين يكونوا موجودين. عمر السعيد انا شايف ان هو ممكن يلعب على حساب سيف، وبرده ممكن مصطفى فتحي ويوسف اوباما اي حد في الاثنين يلعب او يكون موجود، وممكن برده اوبشن عبد الله جمعه باك ليفت ممكن برده لو فتوح فضل غايب مثلا في الماتش مثلا، عشان برده عبد الشافي عشان برده ماتش يومين يعني على الماتش والكلام ده كله، برده كان بقاله فتره ما بيلعبش، فممكن يدي عبد الله جمعه باك ليفت ممكن. بس ساعات وانت اعتقد انت عديت بده احمد المجدي تحديدا اكتر من يوسف كمان، فكره ساعات بالنسبه للجماهير انك لعيب يلعب في كذا مركز ده ساعات بيبقى يظلم اللعيب، لكن بالنسبه للمدرب ده مهم جدا، لعيب مهم هنا في مصر، هنا في مصر بيظلم اللعيب مليون في المية في مصر. طبعا لكن اوروبا لا، اوروبا عندهم اللعيب ده بالنسبه لهم خمس ست رئه جوفة. لو بيلعب في كذا مركز هو بالنسبه له ثلاث اربع رئه، لكن هنا في مصر ك ك ك, ك يعني كجمهور بيحاسبك على المكان اللي انت بتلعب فيه. يعني النهارده انت عبد الله جمعه هيتحاسب على الباك رايت، هيقول لك انا ده ازاي يلعبه مش عارف ايه وبتاع، بس هيحاسبوه كان كويس ولا وحش في الماتش على الباك رايت، لو الماتش بعديه لعب باك رايت هيحاسبوه على الماتش. لكن انت في الاخر هم مش الجمهور برده ما بيبقاش فاهم ان انت بتأدي وظيفه معينه مش في امكانياتك بالظبط، بس صالح الفرقه. يعني مثلا كنا ساعات بنلعب مثلا ايه اقفل على اللعيب ده، عاوزك تلعب عشان تقفل على اللعيب ده عشان اللعيب ده مثلا قوي بيعرف يعدي مش عارف ايه، فانت اقفل عليه، فدي شغلتك في الحته في الماتش ده عشان تفيد الفرقه، لكن مش ده مركزك الاساسي. المركز الاساسي مثلا عبد الله وباك ليفت، يعني لما يتحاسب باك ليفت او هاف ليفت، لكن باك رايت ما تحسبش عليه، هو في الاخر راجل ادى واشتغل على قد ما قدر في المكان بتاعه، وفي الاخر نرفع له القبعه. يعني ما نقدرش نقول لا عبد الله النهارده، لا عبد الله عمل اللي عليه في ظل الحته بيلعب فيها حته جديده بالنسبه له وبيلعب برجله الشمال، لكن في الاخر وقف وقفل الحته وما كانش في مشاكل ناحيته. لكن هو بالنسبه للجمهور لازم يبقى عارف ان ده لعيب تكتيكي، ده لعيب مهم جدا 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 للمدرب وللفريق، وفي نفس الوقت بيأدي لك غرض معين في ماتش او اثنين او ثلاثه حسب ما المدرب بيحتاجه. تعاني منها انت دي شويه ساعات خاصه مع المدربين الاجانب، بالنسبه لهم بيشتروا بالمنظومه دي او بالفكره اللي هو انا لعيب بيلعب في كذا التكتيكي ده طبعا، يعني انا ممكن اغيرك ثلاث اربع مرات في زي احمد سيد زيزو مثلا، احمد سيد زيزو لعب هاف وممكن يتغير يلعب يرجع يلعب باك، ممكن يخش ديفندر تاني، ممكن يخش رقم 10 زي امام عاشور ما بقول لك بالظبط، ممكن يخش رقم 10، فانت ممكن تغيره باربع اماكن في الملعب، وبدل ما تغير اللعيب من بره وتنزله، حتى اللعيب الاحتياطي اللي بيقعد بيلعب في ثلاث اربع مراكز انت ممكن تشيل ثلاث لعيبه او اثنين لعيبه ما يبقاش في دماغك بس عشان اللعيب ده موجود في الملعب، فانت عندك اثنين ثلاث لعيبه في الفرقه ممكن يشتغلوا لك الشغل ده، فده مهم جدا جدا لاي فريق. بس جماهيريا ده بيظلم اللي جماهيريا، بس عارف لو في اله وراه توضح شغله كل يوم وتبروزه وتقول لا يا جماعه ده مهم جدا صح. لان اللعيب ده صح. كتير ما بقاش عارفين بالنسبه للمدرب بيبقى اهم لعيب صح، لكن ممكن بالنسبه للشو هو بيبروزه المدرب المدير الفني، زي النهارده ما كارتيرون طلع اتكلم قال لك انا عبد الله النهارده ادالي مهمه انا كنت طالبها منه ومرنته في الملعب على الكلام ده، فالمدير الفني هو اللي بيحط الحته دي اللي بيبقى دايما في ظهرك، الجمهور شايف حاجه والاعلام شايف حاجه، المدير الفني لازم يدعمك، لو دعمك خلاص انت اهم حاجه بالنسبه لك مين؟
هو المدير الفني مش ولا الجمهور. اللي بيقيمك مين؟ بيقيمك مدير فني ولا محلل ولا الجمهور. الجمهور بيتكلم وبيفهم كل حاجه، ومحللين بيتكلموا كل واحد من وجهه نظره وهو قاعد في الاستوديو، لكن في الملعب هو عمل له ايه؟ هو المدير الفني الوحيد. ساعات يعني مثلا اضطر ان يلعبه لعيب موقوف، لعيب مصاب، لعيب عنده شد فخساره جربه او غامر بيه، فلاعب واحد تاني يقدر يؤدي 65%، بس انا عايزه في ظرف مباراه. عايز اخد رايك في دي يا يوسف برضه. لا طبعا يعني التوضيح مهم، يعني انا متفق تماما يعني مع جزء مع احمد كبير ان المدير الفني هو الاهم، لكن انت التوضيح انت بتتكلم على المسانده، ان احنا بنيجي دورنا بعد كده ان احنا نوضح ان الراجل ده لاعب النهارده ليه هنا، فدي مهمه جدا برضو عشان ما تعملش عبء على اللاعب. ان انا حطيت النهارده حتى لو تصريحات المدير الفني كلها ما طرتش، فانت في ناس بتوضح بعد كده الفكره. حته اوروبا زي احمد ما بيقول اللاعب اللي هو جوكر ده ابو العيله دايما، كمان المدير الفني حاليا بيجي يحط السكور بتاعه مثلا، او يحط اللعيبه اللي هتلعب الفتره اللي جايه ممكن يحل له مشكله او اتنين. يعني ممكن يدخل لاعب موجود على دكه البدلاء بيلعب في 3-4 مراكز على حساب لعيب بيلعب في نفس المكان عشان هيبدل مركز مركز، لا ده بيحل له مشاكل كتيره. انما بقى هي الفكره ان انا لما اجي اشارك لاعب انا مش مع المدير الفني اللي هو يلاعب لاعب في المباراه في 3-4 اماكن. يعني يمكن احنا شفناها مع كارتيرون بالنسبه لزيزو، انما مركز بمركزين بالكتير قوي في المباراه. يعني انا ممكن اطلعه من هاف رايت ادخله بلاي ميكر، هاف رايت ادخله ديفندر في مباراه واحده، انما يلعب في 3-4 اماكن دي بتاخد منه كتير قوي طبعا. حتى مهما كان ثقافه اللاعب او امكانيات اللاعب، لا هي تغيير بوزيشن بوزيشنين في الملعب غير 3-4 طبعا. يعني امام عاشور مثلا احد اللاعبين اللي هو جاي بمواصفات ثانيه ويلعب في حته مختلفه، دلوقتي يعتبر تثبت وراح في حته ان هو خلاص هيتقيم كديفندر. دي برضو كان هداف الحرس، يعني هو زي ما انت بتقول كده هو مشي بشكل كويس قوي في الحرس وكان بيلعب افريت، وما كانش حد يتوقع ان هو يلعب في المكان ده. لكن هو الراجل يحسب ليه طبعا ان هو لما شاف مواصفات امام عاشور بعد موضوع فرجاني ساسي انه يجيب لاعب بالامكانيات دي ويلعبه في المكان ده، ده طبعا رؤيه مدير فني والراجل اثبت فيها، رغم ان في وجود زيزو وجود رؤى ما فكرش غير في امام وهو اداها بشكل كويس طبعا. فدي حاجه كويسه، يعني دي حاجه كويسه ورؤيه كويسه للراجل ان هو عارف امكانيات لعيبته. وعبد الله جمعه على فكره لما جه برده ايام جروس كان جاي برده بمواصفات تانية خالص، هو جاي من ام بي هاف رايت من المصري، كان جاي هاف رايت وهو وظفه باك ليفت. هي زي ما انت بتقول هي امكانيات فنيه، مهم جدا المدير الفني يبقى عارف امكانيات لعيبته ويعرف يحط كل واحد فيه، وده اللي بيفرق مدير فني عن مدير فني. بالعلا يمكن زي ما بقول لك يبقى انت قاعد كده في والماتش شغال وعارف ان انا محتاج زيزو دلوقتي، محتاج ان انا استهاجم. يمكن هو معظم المباريات كمان اللي احنا بنتاخر فيها تهديفيا بيرجع زيزو جنب طارق حامد ويبدا يحط ثلاثه قدام منه علشان هو بيزيد كتير، بيجيد التصويب، بيجيد الاسيست لعيب كويس. فدي مهمه جدا المدير الفني يبقى عارف امكانيات لعيبته عامله ازاي. طيب لو عندي الثلاث باكات ليفت جاهزين، عبد الله جمعه برجليه في الملعب، عبد الشافي ما شاء الله خبره كبيره وبيلعب، فتوح اساسي منتخب مصر وعامل ماتشات كويسه جدا لولا الاصابه، وان شاء الله يرجع لنا المباراه اللي جايه. قول لي بقى تبدا ماتش البنك الاهلي ازاي، او يبقى ترتيبك ازاي في المركز ده لو انت مكان كارتيرون؟ انا حاليا فتوح عبد الشافي عبد الله جمعه، بس ده ما يمنعش ان عبد الله جمعه ممكن اوظفه في حته ثانيه لحد ما ممكن اعدله مثلا جوه المباراه. يعني ممكن ما اخسرش عبد الله جمعه برده، لان هو فتره من الفترات لو تفتكر لعب الثلاثه مع بعض. ما هو عبد الله علشان تلعبه هتلعبه يا هاف رايت يا هاف ليفت، وحاليا بن شرقي وزيزو ما هيبقى صعب تغييرهم، فهيبقى هو موجود معاك بقى. ده الفكره احنا بنتكلم معاه، هو موجود معاك بره انت هتبقى حاطط له حلين، ممكن هيلعب لو في مشكله عندي مكان فتوح ممكن يلعب مكان فتوح، لو في مشكله مكان زيزو ممكن يلعب هاف رايت او مصطفى فتحي دلوقتي حلوها كمان. انا اعتقد ان عبد الله جمعه الفتره اللي جايه هيبقى توظيفه باك، خاصه بعد عوده سيسي كمان، لاني انا اتعاملت مع سيسي تدريبيا ووجود مصطفى فتحي. كنت ماسك في الاتحاد مع سيسي، كنت ماسك سيسي ده حاجه بالنسبه لي مهمه جدا. سيسي انا كنت بقول له هجيب جون امتى، كنت عارف امكانياته. وسيسي برده عشان في كلام بدا محمد يتكلم يقول لك ايه، طب احنا عايزين نستفاد من سيسي ونستفاد من مصطفى فتحي وبن شرقي. سيسي مش هينفع يلعب غير هاف ليفت، حته رقم 10 بن شرقي، ما كانش بن شرقي. طب فيرود بيلعبها معاكم في الاتحاد كتير قوي؟ لا هو كنا بنلعب فيرود زي ما بنقول فيرود وهمي، ان هو انت 9 ونص بين التحت، انت بتحاول يعني. انت بتحاول بقدر الامكان تحافظ عليه، يعني انت مثلا كسبان ومش عايز تخرجه وبذل مجهود كتير، فانت بتدخله جوه بيقف لك على الكوره، لعيب سريع بيستفاد من المساحات، انما هو على الطرف الشمال حكايه طبعا. فدي هي النقطه الكويسه ان احنا بنتكلم دلوقتي ان انت مش لازم مصطفى فتحي كويس وزيزو كويس الاثنين يلعبوا، لا حلو قوي ان الاثنين يبقوا موجودين ساعه ما يحصل ماتش زي احمد ما بيقول كده النهارده عبد الشافي سنا مثلا، وفي مديرين فنيين اجانب. فكره احمد مظبوط تماما ان هو لما يجي يحط التشكيله يقول لك انا لعبت من يومين، لا في لعيب مجهد يقعد
مكانه يلعب. النهارده مش هتلاقي مشكله وزع الجهد, مش هتلاقي مشكله بقى ما بين زيزو وما بين مصطفى فتحي ما بين سيسي ناحيه الشمال شيكا طبعا لما يرجع, هتلاقي عندك 6-7 لعيبه تحت الراس حربه بتتحرك فيهم بشكل مريح. لكن سيسي انت شايف ان رقم واحد ناحيه الشمال ورقم اثنين يلعب فيرود وهمي, وهمي مش فيرود تسعه. لا يعني كمان هتحتاجه كمان في ايوه في المباريات بقى اللي هي بره في افريقيا بقى هتحس بسي اللي هي الفرق اللي هي بتهاجمك عشان انت عايزه تكسب وجايه لك هنا, هتلاقي مساحات هتلاقي سيسي بينطلق. ممكن المباريات اللي جوه مصر شويه او الانديه اللي هي بتنزل تدافع وتعمل زون هتسبب مشكله لسيسي شويه. طيب مجدي لو كلمتك عن النهارده ماتش اسماعيلي, ايه اكتر حاجه نقدر نقول رغم ان مفيش الفنيات الرهيبه اللي احنا متعودين عليها, لكن لو قلت احمد مجدي اكتر حاجه عجبته ايه النهارده؟ هو بياخد برده راي يوسف حمدي فيها في ماتش النهارده. والله بص يعني في واحد زي مثلا زي عواد, يعني عواد عجبني جدا 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 كلاعب. انا بتكلم كلام فرديا الاول. عبد طارق حامد طبعا زي ما هو طبعا ما شاء الله وربنا يحميه. يعني احمد سيد زيزو يعني رابع ماتش على التوالي هو بيلعب وماشي كويس جدا 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 وكل قوته. لكن فنيا يعني انا ممكن في الاستحواذ كان كويس جدا جدا لنادي الزمالك, ما كانش فيه استعجال. لكن في حته كابتن ابو العيال حاجتين كانوا مهمين جدا 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 زي قواعد كده. انت بتتكلم لما تيجي تستحوذ على الكوره بعدد كبير من اللعيبه وبتبقى كل خطتك مفتوحه, لازم اما تيجي تلعب اما سيد الاسماعيلي عاوز يلعب على مرتده, عندنا مشكله صغيره, لازم السرد باك يكمل مع الفيرود. ده قانون من قوانين الاستحواذ. لما تستحوذ على الكوره وتتقطع منك اول حاجه بيفكر فيها الفرقه اللي ضدك تعمل ايه, تعمل مرتده او تحول هجومي. عندنا مشكله ان السرد باك دايما بيسيب المهاجم يستلم الكوره وبيرجع الخطوتين دول, لازم يكمل معاه للاخر بفاول او يدخله في المنطقه اللي فيها لعيبه كتيره من نادي الزمالك. لان ده النهارده لو شفت كام كره مرتده للاسماعيلي كانوا خطيرين جدا بسبب الحته دي. طول ما انا بستحوذ على الكوره اول ما الكوره تقطع مني يجيبها في مكانها يوقفها. ده في واحده انا فوجئت, طارق حامد كان اخر واحد اللي هي عواد. ما هي دي كل بص كميه الجري اللي جريها لعيبه الزمالك في التحول الدفاعي. لو انا خلصتها من هنا وكملت ودخلت الراجل في المناطق بتاعتي اللي هي المناطق اللي اللعيبه موجوده فيها كثافه عاديه او وقفت الكره في فاول, انا كل حوالي 50-60 متر اللي بجريهم سبرنت دول مش هجريهم. ده رقم واحد. تاني حاجه كان الزمالك عاوز يصبر شويه في الاستحواذ, يعني كان بيوصل لغايه منطقه معينه عند على 18 والكره بتتقطع شيب باص ملوش لازمه باصه إيه بص يا كابتن, انت لازم تعرف انت بتستحوذ ليه. انا بستحوذ عشان اخلي لعيبه الاسماعيلي الترحيل بتاعهم يقل او سرعته تقل. طول ما الكره بتجري سرعه اللعيبه وهي في الترحيل بتقل, فبتبدا تفتح لنفسك مساحه تشتغل فيها. لكن لو استحوذت وبعد كده جيت زهقت, ما هو ده دي حته اسمها زهق. لان انا خلاص استحوذت عاوز اخلص الكره على الجول. انت النهارده لو لاحظت الشوط الاول الزمالك ما هاجمش بكور كتيره. ليه؟ بسبب الحته دي. بيجي عند الطرف او بيجي عند الهاف او يجي في عمق الملعب يروح عاوز يعمل حاجه سريعه او زهق عاوز يعمل تشيب او الكلام ده كله. لا انا عاوز تصبر لان خلي بالك الجزء الاستحواذ ده بيوقع الفرق اللي قدامك بدنيا. خلي بالك دي من اهم مميزات وشخصيه فرقه الزمالك. هو بيعملوها استحواذ جوه ال 18 بيعملوها كويس جدا يعني بقول لك. واحمد سيد يعني انا عاجبني جدا النهارده حته اللامركزيه في عمق الملعب. النهارده مصطفى فتحي بيروح هاف, هتلاقي احمد سيد جوه بيخلقوا نفسهم مساحات وبيلعبوا في المساحات الضيقه وبيستحوذوا وبيطلعوا بالكوره كويس جدا جدا جدا. بس بتيجي تصطدم بفرقه واقفه لك كويس جدا. واسماعيل النهارده انا عاوز احيي الاسماعيلي بصراحه كاداء, ولو مشي بالطريقه دي ولعب الماتشات اللي جايه بالطريقه دي لا هيعدي في حته كويسه جدا جدا. يعني منظم النهارده, ما اعرفش بقى ده عشان مدير فني جديد عشان ماتش الزمالك, لكن لو مشي ماتش واثنين وثلاثه بنفس الطريقه هيعرف يكسب ويعرف يطلع. لكن في الاخر الزمالك كان عاوز شويه صبر في الحته الاخيره. انا اصبر ما ازهقش, اول لما بزهق اروح عامل كره طويله, عامل شيب, عامل كروس. وخلي بالك برضو انت لو تلاحظ حته النهارده اللي باين كمان القوه او مش قوه الهجوميه عند نادي الزمالك ان عبد الله كان موجود ناحيه اليمين, فمش عارف تعمل كروسات تكمله مش زي ما انت عاوز تخش جوه وتلعب بشمالك. فانت طبيعي جدا لو كان مثلا مسلوسي موجود او واحد بيلعب بيمينه حتى لو مش مسلوسي اي كره تطلع بره هيروح عاملها كروس جامد. هي الديناميكيه اللي متعودين عليها بالظبط, هي بتيجي في النقطه دي بتلاقي واحد عمل اوفرلاب في عارف حتى هتلاقي اللعيبه نفسها مستغربه. يعني فمستغرب الكره تروح لك انت واخد على لعب معين او شكل معين في اللعب, لكن في الاخر هو ادى الحته اللي عليه. لكن في الاخر الزمالك انا من وجهه نظري ما كانش في التوب فورم بتاعه كاداء فني, لكن في الاخر ما يقلش عن 70%. وده لازم عندك بيز. صح. انت بتمشي حتى وانت وحش
ودي خلي بالك كانت بتحصل لو تفتكر كتير، كنا لازم نبقى كويسين قوي 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 عشان نكسب. لا النهارده ممكن تبقى في ظروف صعبه وظروف مش في التوب فورم بتاعك، بس بتطلع بالثلاثه بونت وده الاهم في الاخر عشان تكمل الدوري. اتفق معاك يوسف، رايك ايه في دي؟ هو مين اكتر حاجات اللي عجبتك النهارده ولو ليك تعليق؟ هي بس هي النقطه الاولانيه حته التسرع اللي احمد بيتكلم عليها دي، انا هكملها حته المكسب بس محمد، يعني حته التسرع في الخط الامامي ان انت نازل عايز تكسب. انت عارف صعب جدا طبعا نادي الزمالك يطلع من هزيمه ورا الثانيه، فحته المكسب دي هي اللي اخذت منهم في الشوط الاول شويه، ان هم كانوا مسرعين جدا فده اثر عليهم. انما انا متفق معاه تماما بالنسبه لطارق حامد وزيزو، اضيف عليهم كمان ان انت عارف يعني دي بتوضح ثقافه لاعب استبعد من المنتخب النهارده ما اثرش عليه نفسيا ولا اثر عليه معنويا، بل اكثر كمان اللاعب بذل مجهود اكتر سواء طارق او زيزو علشان المنتخب. دي كلها ايجابيات. الاهم كمان طبعا اللي هو المكسب، ان انت ازاي تكسب. وقت المكسب كمان كان مهم جدا النهارده، ان انت مع فرقه كبيره زي النادي الاسماعيلي مهما حصل من نتائج قبل كده وتوصل معاها للدقيقه 70 و72 ما حصلش عمليه ياس ان الماتش هرب منك وقدرت انك تكسب. دي كلها نقط دايما اقول في حاجه، الماتش ده من اهم المحطات في الدوري، الماتش ده تحديدا دايما لظروفه وتوقيته والحاله الفرقتين كل واحد بدوافعه. كمان نادي الاسماعيلي انك تروح تلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه وهو بعد في الاسبوع بدايه الاسبوع الرابع وثلاث مباريات خساره وما فيش ولا بونت، دي كلها عمليات حاجات تصعب تعقد من الماتش. حته كمان انا بقول لك يا محمد، يمكن حته التسرع دي النهارده تحسها في ان النهارده عبد الرحمن مجدي اللي هو بيلعب هاف، لو كان مثلا فتوح موجود او بن شرقي في حالته، دايما بتلاقي الهافين بتوع الفرقه هم اللي بيدافعوا على لعيبه نادي الزمالك. لا النهارده هو كان واخد حريه لان في عمليه تحفظ خوف من خط الظهر ان يحصل عمليه غلط تاني ويحصل عمليه دخول اهداف زي ما حصل قبل كده. ونفس والجزء الامامي انا ما حسيتش بخوف من غلط، انا حسيت بخوف بعدم التوفيق، لان السيناريو اللي حصل في مباراه القمه كان سيناريو ملوش علاقه بوحش او حلو، مش هيتكرر ابدا. ان انا مهما عملت مش موافق. ماتش بص خلاص، هو ماتش الاهلي ده انا بالنسبه لي ده ماتش. انت تحسبها كده، ما تحسبهاش غير كده. الماتش في الاخر خلص وانتهى، لو قعدت تبكي عليه او تزعل عليه اللي بعديه هيكر. بالظبط، وده صعوبه الماتش النهارده. انا الراجل نفسه كمان بيعرف يتعامل كويس مع اللعيبه، يعني انت بتبص على الستانات اللي بيضحك وبيهزر مع اللعيبه خلاص ماتش وانتهى. لو قعدت تلعب على يعني انا هو هي دي الكره كلها في العالم، انت ماتش وانتهى وخلص اللعبه كده. في اخطاء لازم اخدها هو قال واشتغل عليها واشتغل. خلي بالك انا ضد تماما ان انا ابقى في لعيب بيقول لك اخطا دفاعي او دفاعيا وحشين. ده تيم كامل، هي كتله مع بعضها. يمكن انا اتكلمت معاك كتير جدا في الحته بتاعت الكتله الدفاعيه بتاعت نادي الزمالك دي كتله. انا ما فيش حاجه اسمها لعيب مدافع بيغلط، ولان خلي بالك اي مساحات بتفتح او مساحات بتوسع اي لعيب مهما كان قوته ونش محمود علاء عبد الغني هيبان عليه مشاكل، ده طبيعي جدا في اي حته في العالم. هات مانشستر سيتي اللي هم اقوى دفاع في الدوري الانجليزي، هات ليفربول اول مساحات تفتح وتلاقي واحد ضد واحد وتلاقي مساحات كبيره هتلاقي كل ده بيترقص وبيتلعب عليه وبيشتغل عليه. فانت في الاخر انت بتدافع ازاي ككتله، هو ده الموضوع. ان فريق الزمالك افضل خط دفاع الموسم اللي فات اللي هو من شهرين، يعني نفس اللعيبه كمان، فاللي هو مفيش ما يدعو ان انا اخلص على فرقتي او ان انا اقول يا جماعه اللعيب ده وحش قوي لازم نبطله، واللعيب ده لازم يتشرب، بس لازم اعرف اخطائي وادرسها كويس جدا جدا واعرفها للعيبه كويس جدا كتحليل للاداء بتاعهم او الشغل الفني كفريق كانديفيدوال كمان كلعيب، يعني كل لعيب بالاخطاء بتاعته وخلاص الماتش انتهى. بناخد من الاخطاء وبناخد مميزاته وبتكمل عليه. هو المشاهد بياخدها مركز، من ناحيه اليمين عبد الشافي ترقص وتعمل كوره العرض دخلت عبد الشافي. لا هو هي الفكره، يعني انت محمد كنت تلعب في المكان ده، كنا دايما الاثنين الديفندرين اصلا كان زمان يقول لك ايه، على مما يعدي ابو العلا ويعدي تامر عبد الحميد ويوصل للمدافعين بتوعنا بيكون انهك، عشان هو عدى على مسافات طويله اخذ وقت. فهي الفكره كمان ان انت لما بيدخل مثلا فيك هدف او الاخطاء اللي حصلت من ربطها مساك مش كويس، ده رقصه وراح. لا طب ما هو الراجل ده، هل مثلا لما عدى على طارق حامد وامام عاشور وجد صعوبه؟ الاثنين الديفندر كانوا موجودين فين؟ زي ما انت النهارده طارق موجود في الحته الفلانيه، لو طارق مش موجود النهارده والكره دخلت كان يبقى في مشكله. فانت لما تيجي تعالج زي ما احمد بيقول كده، انت بتعالج الهدف جه منين، حصل تقصير من شرقي ما رجعش، فالراجل الباك هو اللي طلع وعمل الكروس، ما هو ده الخطا هنا ولا الخطا في الراجل اللي حط الكره جون والمساك سابه. هي دي الفكره، يعني ان انت دايما ما تعالجش الامور بفرد، خاصه لما يكون فريق كبير ونادي كبير محتاج بيلعب على البطوله ونجوم في مراكزهم واشتغلوا في ظروف صعبه جدا، ونفتكر السنه اللي فاتت ظروفها صعبه جدا جدا سواء السنه اللي فاتت او السنه دي، وباداء وبنتيجه، ويعني قليل جدا لما تلاقي فرقه بتحافظ على، يعني الفتره اللي فاتت لما جينا خدنا الدوري قال لك
في عمليه اجهاد ومباريات كلها. احنا كنا بنلعب كل 3 4 مباريات برده الفتره الاخيره. نادي الزمالك كان بيلعب الفتره دي كلها ومع ذلك مستوى ثابت واداء ثابت وتشكيل ثابت. يعني التشكيل بتاع نادي الزمالك جه فتره كبيره قوي 5 6 متوشه ما بيتغيرش وبتلعب كل 3 4 ايام مباراه وممكن الراجل برده يرجع لنفس الشكل ده. فدي حاجات كلها مكاسب من مباراه النهارده طبعا. تمام. طب تعالى ناخد مع بعض اهداف الجوله الرابعه. عندنا كان عندنا امبارح 4 ماتشات الخميس. ناخد الاهداف. نبدا بمباراه فاركو ومصر المقصه. المباراه دي خلصت 2-0 لصالح فاركو. عارف يكسب مصر المقصه 2-0 ده الفوز الاول. بس الماتش كان المقصه مستحيل. عبد الله بكري الهدف الاول وعمر جمال. مجدي لو عايز تقول حاجه انت هنا. مقصه كان مستحوذه كتير جدا يعني. هم جابوا جون في اول 5 دقائق فاركو بعد كده الماتش كله راح للمقصه. لكن في الاخر المقصه كامكانيات كلعيبه مع مدرب كويس. خلي بالك مع مدرب كويس جدا. لكن كامكانيات في الجزء الامامي كان لو كان عندهم فينش احسن من كده كان الماتش راح في حته ثانيه خالص. مش كده في الخبرات ممكن. صح. يعني هي النقطه دي اللي انا كنت بتكلم. طب ناخد الماتش الاول وتكلمني انت عنه يوسف. شاد دخان خسر من فيوتشر 4-1 ده الهدف الاول. يمكن انا كنت بتكلم طبعا احمد رفعت بقاله فتره كبيره قوي. كابتن عمر كمال الهدف الاول. لا انا بتكلم على يعني انا هتكلم على اللعيب بشكل عام. عمر طبعا يعني عمر كمال. عمر خلي بالك تاثير النادي المصري. المصري لغايه دلوقتي متاثر جدا بغياب عمر كمال وبغياب احمد رفعت. وده اللي يحسب لعلي ماهر ان هو عارف امكانيات لعيبته. يمكن انا بقول علي ماهر السنه دي كان مركز جدا في تكوين الفريق. ده غنام محمد الهدف الثاني. الفكره بقى ان النهارده جوزيف ده انا شايف من وجهه نظري ان لو فضل ماشي بالشكل ده هتحس ان باك ليفت جوزيف. ما هو جوزيف هتحس ان ده باك ليفت عصري. يعني ابو العلا الثلاث اجوان جايين من ناحيته هو احمد رفعت. كون الثالث كمان يثبت جوزيف جوناثان هو اللي عامل هو اللي عامل الكره دي. بص بقى دي بص احنا عندنا انت عارف طبعا ناحيه الشمال دي يقول لك اوصل للخط ولازم تعملها وتبص على المهاجم. هو شاف مروان محسن بيجري طبعا. هنا في خطا طبعا لجنش. هو كان بيلعبها للعربي بدر اتقطعت وراحت لصلاح عاشور حطها لمحمد حسن. محمد حسن من اللعيبه كويسه برده كان اتمرن شويه في فتره في نادي الاتحاد السكندري. هو لعيب مهاري. يمكن هم حسنوا الاداء شويه لما نزل صلاح عاشور ومحمد حسن والسعيد. انما طبعا انما ايه محتاجين شغل كتير قوي. يمكن هو يحسب. انا بقول لك يعني عاجبني جدا الكابتن علي في تكوين الفرقه. تحس ان هي الفرقه بقى لها فتره يا احمد مع بعض. جايب احمد لعيبه كبيره برده جايبه الانديه كلها. لا هو مختصر الفكره اللي جون احمد رفعت لعيب كبير. لعيبه كبيره يعني لعيبه الطب في الانديه بتاعتها. ده احمد رفعت. خلي بالك هو علي ماهر مختصر فكره ان انت نادي جديد وكل حاجه لكن اللعيبه متميزه. يعني نادي جديد اما نيجي نفرق يعني ما بينه وما بين فاركو. فاركو برده جاب لعيبه كبيره قوي ولاعيبه اسماء كبيره لكن لكن هو لما اختار اثنين مساكين مثلا زي سعد سمير ومحمد عبد المنعم. عارفهم. احمد رفعت موجود النهارده كمان بيلعب عمر جابر باك رايت. انا عايز اقول لك عمر كمال. عمر كمال الحقيقه دي ممكن يكون يعني عطانا حل. خلي بالك بس على فكره علي ماهر معاه مفتاح عمر كمال. طبعا جابه من باك رايت لفيرود وثبته في فيرود. كان هداف من هدافين الدوري المصري. المصري 12 جول النهارده عشان عنده لعيبه كبير كتير جدا. اوبشن كبير جدا عنده محمد فاروق وعنده احمد رفعت وعنده لعيبه كتير جدا فعاوز يحطه في مكان. انت ممكن تحتاجها عندك احمد. يعني انت ممكن تحتاجها عندك لما يجي في وجود حازم السنه الجايه. ممكن تحتاجه واظهرها وعملها بشكل كويس امبارح. وانا اتعمدت ان اتابعه كمان في التغطيه العكسيه حافظها. يعني مش ما حسيتش ان هو غريب. فدي برده حاجه كويسه تحسب لنادي فيوتشر امبارح. طب يوسف انت برده اتكلمنا عن ماتش الاتحاد السكندري والجونه. طبعا معانا الاتحاد السكندري عرف يكسب الجونه بهدف خالد الغندور. هدف حلو قوي قوي. هدف عالمي لخالد الغندور. حاجات بقى اللي هي يعني ايه العطاير دي. خالد يمكن في 2017 كان عمل هدف كنت انا ماسكه برده. ما كنت موجود معاه في الفريق الاول. كان مع مستر مكيده تقريبا او كابتن عمر. خالد من اللعيبه اللي هي يعني حته الموضوع ده ان هو يعمله كده لان هو اصلا لعيب عنده رشاقه وخفيف بالمميزات بتاعته. طبعا الكابتن حسام ماشي. انا شايف ان هو ماشي بشكل كويس. دلوقتي 7 بونت. المكسب ده هيعيد حاجات كتير قوي. يمكن في بعض المشاكل بالنسبه لخط الظهر لكن مكسب مهم قبل لقاء المقصه. اعتقد ان الاتحاد ممكن يكون الفتره اللي جايه في مكان احسن يعني. ويمكن انا بتكلم محمد والله يعني احمد رفعت وخالد الغندور. الراجل دلوقتي قاعد يغير وقاعد يجرب مستر كروش وبيدي للعيبه فرص كتيره. لا لازم احمد رفعت يكون الفتره اللي جايه موجود. عمر جابر عمر كمال هيكون لي فرصه. خالد الغندور نفس الشكل. السيد سالم بقاله فتره ماشي بشكل كويس قوي. احنا معلومه ان احمد رفعت موجود في قائمه كاس العالم. لازم يكون موجود. طب انت كنت عايز اسالك بقى على القصه دي. الحقيقه انا شايف ان في لعيبه في الزمالك
في عز اللعيبه المحترفين الموجوده لازم تبقى موجوده. من وجهه نظري زي اوباما، من وجهه نظري زي زيزو مثلا لما ما كانش موجود. هل تفتكر كاس العرب ده مش موجودين؟ اعتقد هيبقى ليه فرص كتيره للعيبه كتير. انا شايف ان اكثرهم من الزمالك. انت كلامك مظبوط تماما. انا اقول لك حاجه. اولا مجموعة لاعبي نادي الزمالك اللي هي في الخط الأمامي الفترة اللي جاية كلها لازم تكون موجودة. احنا دلوقتي الراجل هيختصر الفترة اللي جاية دي وهيلعب كأس العرب، بس أنا متأكد إن هي قبل أفريقيا هيكون موجود التلاتة اللي تحت الراس حربة، هيبقى زيزو، هيبقى يوسف أوباما وعبد الله السعيد وقفشة، تلاتة ناحية اليمين هتروح لزيزو، رحت لزيزو محمد صلاح طبعا وزيزو، وهتلاقي لا أنا ما فكرتش كده، بس أنا بتكلم على التوتال في الآخر. هتلاقيه بيتحرك في التلاتة، محمد صلاح، زيزو، مصطفى فتحي. هتروح الناحيه الثانيه هيرجع تريزيجيه، هيبقى تريزيجيه وعمر مرموش ورمضان. ومثلا ورمضان صبحي. بس كاس العرب بقى عادي. انت عشان توصل للمرحله النهائيه دي انت كده اعتقد محتاج تدي فرصه بقى حقيقيه، لان في ناس يعني انت جبت احمد رفعت وعمر كمال واللعيبه اللي هي ممكن هو يوسف أحمد يوسف غندور يوسف غندور يوسف اوباما لازم يكون موجود، احمد رفعت لازم يكون موجود، انا وجهه نظري كمان محمد عبد المنعم لازم يكون مصطفى موجود، مصطفى فتحي هيروح واحمد سيد زيزو هيروح. لا ده احنا بنتكلم على اللعيبه. ما هو يوسف اوباما راح اوباما ده ممكن ياخد فرصه، اوباما انا شايفه مظلوم جدا في المنتخب. وعبد الغني لو لعب الفتره اللي جايه انا اعتقد ان هو ممكن يكون له دور. عبد الغني كمان ممكن يكون له دور. بس خلي بالك انت برضو اوباما وعبد الله السعيد وقفشه، هو عبد الله مش موجود، عبد الله مش موجود الكاس العرب، فممكن ياخد يوسف. عشان عبد الله صحيح مش موجود، عشان مش موجود في البتاع، فممكن ياخد اوباما كده. طب خلي بالك كمان ان طبعا لعيبه المصري والبيراميدز مش موجودين في كاس العرب عشان الكونفدراليه عندهم يبقى مشكله في التوقيت. المصري مفيش حد حاليا انضم لمنتخب مصر، يعني الفتره دي ما اعتقدش ان هي في حد فيهم هيكون موجود في منتخب مصر. مش ماشيين خد بالك لسه الكلام ده داخلك عواد. يعني عواد برضو دخل لو ان شاء الله ربنا يكرمه في افضل مستواه، بس اعتقد النهارده اللي هتبقى القايمه او بكره بكتير قوي. ما اعرفش هيبقى يلحق عواد يروح ولا لا. هو كان في كلام على بسام تقريبا ممكن يكون حارس ثالث معاهم محمد صبحي مكان محمود جد. رابع بقى ان كان جبل يعني انا قصدي بالنسبه للاثنين الصغيرين، واحد من الاثنين الصغيرين على اخوي. طيب ناخد الماتش اللي بعديه، سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي. احمد مجدي كلمني عن الماتش ده. سيراميكا عارف يكسب احمد البنك الاهلي 1-0 بهدف محمد ابراهيم. ابراهيم مشيت، هي مشيت شويه يعني، الفلوقه هتلاقيها خبطت في المدافع ورجعت له تاني وحطها. بس البنك عامل الموسم كويس قوي قوي. بس خد بالك هزيمه البنك الاهلي النهارده دي ممكن هتصعب اللقاء اكتر واكتر المباراه الجايه مع الزمالك. النهارده البنك خسران 1-0، هدف حلو الحقيقه محمد بس هم عامه عاملين موسم كويس يعني، بغض النظر ان هو يلعبوا الزمالك الماتش الجاي، بس هم كاداء احسن كتير من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان عندهم مشاكل كتير جدا في الاداء، كان مصارع الهبوط. السنه دي بادئين بدايه مش وحشه. خلي بالك ان برضه سمعت في كلام واقاويل عن محمد ابراهيم برضه ممكن يكون موجود في ذهن كارلوس كروش في كاس العرب. وخلي بالك محمد ابراهيم كان الموسم اللي فات عامل موسم كاس العرب فرصه كويسه للعيبه كتير، للعيبه المحترفين مش موجودين، والراجل نفسه كروش بيدور على لعيبه محترفين اكتر كمان في القائمه بتاعته. فعدم وجود اللعيبه المحترفين وعندك اوبشن كويس ان انت ممكن تدي فرص للعيبه تظهر بصوره كويسه ما كانتش في الحسبان، وممكن تاخد بطوله افريقيا. فكله في الاخر على حسب اللعيبه كابتن وائل. اللعيب لو خد الفرصه هو اللي يمسك فيها ولا لا. محمد فعلا من السنه اللي فاتت ماشي بشكل كويس وقليل جدا لما تلاقي لاعب بيحافظ على الشكل ده حتى مع بدايه الموسم السنه دي. طب النهارده كان في 5 ماتشات. نبدا الاول بماتش المصري البورسعيدي قدام بيراميدز، وده انتهى بالتعادل 2-2. بس بعد ما نشوف هدف محمد ابراهيم ده اللي سيراميكا عرف يكسب بيه فريق البنك الاهلي. ماتش غريب جدا يعني، بقول لك يعني بيراميدز الشوط الاولاني يكسب 4-5 مريح. بيراميدز الشوط الاولاني يكسب كتير قوي. عمل حاجه جميله قوي النهارده، يمكن احمد اتفق معايا، كانوا بيقولوا النهارده ان كارتي بيلعب رقم 8 بوزيشن 8. انا كنت شايف ان عبد الله النهارده او هو قلب الطريقه ل 4-1-4-1 يعني. هو كارتي من اول الموسم إيهاب لازم بيزيد. الكابتن ايهاب جلال بيعمل حاجات جميله قوي. ده جون ابراهيم عادل وده الكارتي، ده الجون الثاني الكارتي. هو اصلا الكارت هو اللي عامل الباص وهو اللي مكمل على طول، بيكمل جوه منطقه الجزاء. بالك 2-0 برضه دي 2-0. لا ومع يعني الشوط الاولاني كان معرفه، الشوط الاولاني كتير قوي كان معرفه، كان مخسر 4-5 مريح. فجاه تحول الشوط الثاني ضرب وطرد المصري كمان في الشوط الثاني ما عرفش يستغله بيراميدز. فريد شاوي انطرد، ده الهدف الاول. هو برضه يعني هم بيتكلموا ان المصري برضه يمكن حته التدعيمات والكلام ده، لكن خليني اقول لك ان التشكيل اللي كان بيلعب النهارده بالنسبه للمصري كله كان لعيبه موجوده. بس يعني بس كلهم بس يعني قال تصريح يا كابتن بعد الماتش شايفه كارثه. انا ما سمعتش تصريح، انما انا بتكلم ان قال التصريح المدير الفني بتاعهم شعباني. معنيش شعباني قال لك انا مضطر العب لعيبه عشان موجوده في الكونفدراليه.
هو يعني كجاهزيه يعني لا طبعا طبعا اللي جاب هدف المصري ده الهدف التعادل بيفقد ثقه اللعيبه اللي جابه عمرو مرعي ده في اخر دقيقه في المباراه والاخر دقيقتين هو الحقيقه تعادل بطعم الفوز. احمد الشيخ لما نزل هو وحمودي عملوا شكل شويه النادي المصري كان بيلعب الشوط الاولاني طبعا بجريندو وجريدو وعنتر لا بس هم مش زي عمر كمال ابدا ولا احمد رفعت يعني دول اهم لسه عنصرين لسه اهم عنصرين اثروا في النادي المصري ومعهم سعيد سمبيري طبعا لما راح الاتحاد السكندري. طيب وعمرو مرعي طبعا جاب الجون وخد انذار ده جون مروان ده ماتش بقى طلع الجيش وغزل المحله لا ده الانبي وسموحه الانبي وسموحه طلع الجيش وغزل المحله خلص 0-0 ده احد الماتشات المهمه النهارده فنتكلم من النهارده على ماتش انبي وسموحه ده اللي قدامنا مروان اهو برده جاب جون متالق مروان ده الهدف الاول من مروان حمدي جاب الهدف الاول لسموحه وبعد كده تعادل انبي بعديها على طول من مصطفى شلبي جاب هدف التعادل المباراه خلصت 1-1 هدف في الدقيقه 34 مروان حمدي و39 مصطفى شلبي معانا اهداف ايه تاني طبعا عارفين نتيجه كابتن احمد سامي طبعا ماشي بنفس السيستم الاهلي كسب 1-0 وكمان معانا وطلع الجيش قلنا تعادلنا مع غزل المحله 0-0 يمكن هي دي كل الاهداف طبعا بنتكلم على اهداف ماتش الاسماعيلي والزمالك لو معانا 2-0 طبعا عارفين احمد سيد زيزو من ضربه جزاء في الدقيقه 84 وبعد كده بالتخصص عمر السعيد في الدقيقه 90 الهدف احمد سيد زيزو الحقيقه الهدف الرابع على التوالي من ضربه جزاء اربع ضربات جزاء بيحطهم في زوايا مختلفه صعوبه جدا على فكره احمد في اربع ماتشات متتاليه تلعب اربع ضربات جزاء وتجيبهم وتلعب باستمرار يعني بتتراقب المفروض بيتدرس اللي تلعب فين وكام عارف لو بيجي مثلا ضربه جزاء كل اربع خمس ماتشات لا ده انت كل ماتش بيجي ضربه جزاء فانت بتلعب فانت بقى عليك ضغط اكبر وتعمل جول لعمر سعيد كل ماتش اه جول كل ماتش من الحاجات برده ما شاء الله ربنا يحميه ان شاء الله دويتو ان شاء الله ربنا يحميه السنه دي حطها حلوه على فكره المره دي حطها حلوه قوي صعبه جدا وغالبا يعني بقى لو كانت واطيه شويه كان ممكن الجون يلمسها لان كل الحراس بقوا دارسين زيزو ما بقول لك ما عشان كده بقول لك دلوقتي المدربين الحراس بيقعدوا ويشوفوا اللعيب ده بيلعب فين وبيدي لحارس المرمى بيلعب في اخر مثلا ضربه جزاء او اخر ضربتين جزاء لعبه ازاي يعني رايي ان زيزو لو جه ضربه جزاء ثانيه لازم يعني يريح شويه لا ما فيش بقى خلاص بقى متخصص هو اللعيبه برده انت مش مصدق حطها لعمر السعيد بشكل مميز قوي وعمر السعيد برده ولا حطها حلوه حطها حلوه قوي 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 لان اي حد يقولها هتلعب على البعيد اي حد يقولها هتلعب على البعيد في البعيد هو اكتسب ثقه كبيره قوي من يمكن انا حتى كمان اما راح الجونه وقت ما جه سيف انا شايف ان كان عمر كان ان هو يبقى موجود لكن هو اخذ فتره كبيره ولعب كويس وبيصوته يعني هو جاب اهداف كتير قوي مع الجونه برده في ضربات جزاء فهو بيسيبها لزيزو يعني هو موجود هو كمان ان هو يقدر يجيب ضربات جزاء. طيب على ذكر الاعارات يا يوسف انت قلت لي ان عمر راجع الحقيقه بثقه كبيره والفكره ان هو احد هدافين الدوري عوده المعارين بشكل عام شايفها انها قد ايه نقدر نستفيد منها؟ هل اتت بثمارها الى الان؟ هل مصطفى فتحي عمر السيد عمر السيد ما شاء الله شغال هاي لسه اوناجن لسه مستنيين من اكتر من كده مصطفى فتحي رجليه في الملعب على طول سيسي انت قلت لي ان شاء الله متوقع ان يكون اضافه كبيره قويه عندك اكتر من اللي يقول لي عن المعارين هم يعني لا هم دلوقتي يعني هم اضافه للفريق فعلا كله يمكن النجم لسه ما خدش فرصته او ما لعبش كتير لكن مصطفى فتحي لما بينزل المباريات اللي فاتت كلها عمل فرق كبير قوي انضمام للمنتخب طبعا عمر السعيد يمكن رجع بحاله كويسه لا فعلا اضافه كبيره قوي لاعراض ويمكن كمان يمكن حتى موضوع القيد ده ما حسيناش بيه قوي يعني حتى تاثير عدم القيد في وجود مصطفى وفي وجود اوناجم وفي وجود عمر السعيد ولما يرجع السي اعتقد ان احنا مش هنحس قوي بموضوع القيد ده لغايه يناير طيب برضو مجدي انت عارف في ناس كتير جدا اتكلمت قال لك طب انت بتعير بقى مروان حمدي ليه وبتعير مش عارف مين ايه الحقيقه بعد اللي انا شفته من فورمه عمر السعيد اللي هو فورمه الماتشات جت مصطفى فتحي كان رايح بشكل وراجع بشكل مختلف تماما شايف تقول ايه مثلا لو حد معترض على اعاره مروان حمدي لا انت عندك ما انت عندك جزيري وعندك عمر وعندك اوباما ممكن يلعبها فاوريدي واعتقد مروان كان طالب ان هو يلعب يعني هو الراجل نفسه كان بيتكلم امبارح تقريبا اول امبارح قال لك ان هو مروان كان عاوز يلعب ومحتاج يلعب عشان يرجع احسن وياخد ثقه في نفسه فهو في الاخر انت كمدرب لو انت شايف ان او اللعيب شايف ان هو عاوز يلعب وعاوز يبقى موجود وانت برضه المدرب لازم يكون كابتن ابو العيلة عنده ثقافه ان هو يتكلم مع اللعيب او يبقى متفاهم مع اللعيب اللعيب لو انا عاوز العب ومش موجود ابقاش موجود لازم المدرب يتكلم معاه بـ 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 بكل اريحيه لان انا عندي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه وفي الاخر اختيارك انت
يعني ده مهم جدا جدا. اللعيبه لما بص المدربين في اوروبا بيجي يتكلم مع اللعيب يقول له انت مثلا هتاخد نص ساعه تلت ساعه، انت مش عندي رقم واحد، انت عندي رقم ثلاثه. في الاخر اللعيب يتحمل الكلام ده ولا ما يتحملوش، هو ده الموضوع. لكن في الاخر المدرب لازم يتكلم مع اللعيب. لو اللعيب نفسه شايف ان انا عاوز العب وعاوز ابقى ادي وعاوز اطلع اعاره، خلاص لازم يطلع. ما ينفعش يقعد في النادي او موجود في الفرقه وهو ما عنده اللي هو عاوز يلعب في مكان او عاوز ياخد الثقه في نفسه او يلعب ويجيب اجوان والكلام ده كله. فانا في الاخر انا عندي الجزيري وعندي عمر، وعمر ما شاء الله شغال كويس جدا. لا وسبحان الله كمان وعندي اوباما وكمان دي سبحان الله وديته المنتخب. يعني وجوده ان هو احد هدافين الدوري، هو هداف الدوري دلوقتي باربع اهداف، هو وزيزو وراح المنتخب بالظبط. فلو انت موجود في الزمالك ممكن ما كنتش مش تاخد فرصه اصلا، اديته دفعه كمان مختلفه بالظبط. فانت في الاخر انت بالعكس انت بتدي له الثقه في نفسه ومن هدافين الدوري. السنه الجايه ان شاء الله يرجع لك يبقى مكسر الدنيا زي يبقى عندك ثلاث فراوده، يبقى عندك ثلاث فراوده. وانت اصلا كان عندك نقص في الحته دي، كنا بندور على لعيبه في الحته دي ما كناش لاقيين ساعتها. ممكن يبقى ابرك من صفقه. طب ما طبيعي كابتن يوسف قال نقطه مهمه جدا، انت لو ما كانش اللعيبه دي معاره مش موجوده على قوه النادي او ما فيش قيد كنت هتعمل ايه؟ كنت هتلاقي ثلاثه تحت الفراوده بس او اربعه تحت الفراوده اللي موجودين. اي اصابات اي مشكله كبيره بالنسبه لك الموضوع انتهى. عارف يا يوسف، عندك مصطفى وعندك سيسي رجع وعندك اوبشن كبير في الحته دي. على ذكر القناعه وان مجدي قال تقعد مع اللعيب وتفهمه مثلا ممكن نص ساعه، لو تاخد بالك عمر سعيد ثلاث اهداف اللي جابهم السنه دي جابهم من لما نزل تبديل. الشوط الثاني كتبديل. ولو خدت بالك من دكه الزمالك النهارده حتى لو لعيبه مثلا كتير مش موجوده، وقبل كده شفناها لعيبه مقتنعه. لا صح، يعني اللي قاعد بره مثلا وكان موجود اساسي، لا النهارده تحس مقتنع فرحان مع اللعيبه في حاله جماعيه. دي اتمنى يا رب يحافظوا عليها، دي من اهم الحاجات. هي دي مكسب اهم مكسب فعلا، اهم مكسب الفتره اللي فاتت دي. يعني هي تحس ان اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش ما فيش حاله زعل، ولما بينزل بيأدي وبيكون المكسب. انا يعني حتى الاعراض بس محمد يمكن انا لفت حسين فيصل تقريبا بتاع سموحه ده من الزمالك صح؟ بس هو مش معار، هو كان بيعلى برضه. يعني لفت نظري لعيب كويس وامكانياته عاليه قوي ان هو يمشي بالشكل ده. اعتقد ان هو ممكن الفتره اللي جايه دي يكون ليه باع كبير قوي في سباك. هو حسين اخذ فرصه كتير في الفريق الاول ونزل فترات، ويعني بالتنسيق مع باتريس كارتيرون الراجل خد فرصه، لكن كان خلاص في رغبه معاه هو تحديدا ان هو يمشي ماشي يعني بشكل كويس قوي بصراحه مع نادي سموحه. هو لعب كويس يعني هو طريقه لعبه كمان ايه بالنسبه لمركز 10 ده يعملها بسهوله قوي، لان هو مروخ كويس بصير كويس. فيعني من اللعيبه اللي الواحد يزعل عليها يعني. طب انت عارف من احد الحاجات اللي بكلمك على اوضه اللبس، وانت طبعا كنت فاهمها دي بتفرق في الحاله بتاعت انك تحقق بطوله. النهارده كان في حاله غريبه جدا جدا، حاجه جميله الحقيقه. عمر سعيد بعد ما جاب الهدف راح احتفل مع ابو جبل في اخر دقيقه. ابو جبل اللي هو ممكن يكون موجود الماتشات اللي فاتوا. لا وامام عاشور، شوف امام كان بره كمان، شوف الاسبرنت اللي امام عاشور عمله. كان غير عامل اسبرنت، انا شفت امام عاشور طبعا هو طالع يجري عليه. لا بيبقى في حاجات كبيره، انت بتوضح الصوره، بيبقوا قايلين لبعض كمان يا محمد. يعني انت بيبقى يقول له انت هتجيب جون النهارده وتعالى لي، والناس حاله ابو جبل زي ما انت بتقول. لان هم دلوقتي انا الجيل ده اللي عاجبني فيه ان هو شايف هدف واحد قدام منه بس. هو يعني معظمهم كمان لما يجي يتكلم تلاقيهم بيتكلموا دايما على البطولات. يمكن كان في بعض الناس كده تحس ان اللعيبه اللي هي بتتكلم في ثقه يقول لك احنا عايزين نمشي بشكل كويس، عايزين نكسب المباراه اللي جايه ونفكر في اللي بعديها. لا دول باصين ان في هدف عايزين يحققوه. دي الحقيقه من الحاجات الايجابيه جدا جدا. وانا ما زلت مصمم ان ماتش النهارده مش عايز اسميه ماتش بست نقاط، بس ماتش مهم جدا طبعاً. جدا جدا ومحطه مهمه جدا جدا. طب لو معانا دور الجدول بقى الترتيب بعد الجوله الرابعه، جاهز معانا شباب ولا ايه؟ طيب بعد الاربع ماتشات دلوقتي الاهلي في المركز الاول 12 نقطه، بيراميدز بعد تعادل النهارده 10 نقاط في المركز الثاني، الزمالك 9 نقاط في المركز الثالث، غزل المحله 8 نقاط في المركز الرابع، الخامس سيراميك كليوباترا ب 8 نقاط، السادس فيوتشر، السابع الاتحاد السكندري ب 7 نقاط الاثنين، السموحه الثامن والبنك الاهلي التاسع 6 نقاط الاثنين، المصري البورسعيدي العاشر، المقاولين 11، مصر المقصه ال 12، الجونه ال 13، انبي ال 14، كل دول عندهم 4 نقاط. فاركو في مركز 15 3 نقاط، طلائع الجيش في مركز 16 نقطتين، والشرقيه الدخان 17، الاسماعيلي مركز 18 بدون اي نقاط. ليك تعليق على الجدول ده ولا لسه بدر يا يوسف ومجد؟ شايف ما شاء الله اربع جولات ناقص 30 جوله ما شاء الله، من العاشر لل 14 في الاربعه بونت دول. ما احنا الدوري ما بيتغيرش عندنا،
هو الاهلي هتلاقيه نص كله ماتش واحد يطلعك فوق وماتش واحد ينزلك تحت، فانت عندك انت بتتكلم هو طبعا لسه بدري بس في بشاير كده يعني شاية دخان الموضوع هيبقى معاه صعب جدا جدا. طالع الجيش من ساعه السوبر وهم لسه بيحتفلوا حتى وقت ما يعني مش عارف ايه اللي حصل. اللي حصل طالع الجيش كانوا ماشيين كويس جدا مع كابتن احمد بسيوني وفرقه كويسه جدا وعامل فرقه كويسه جدا وكانوا يقلقوا اي فرقه بس ما اعرفش ايه اللي حصل لهم بصراحه. فاركو لسه الاداء بتاعهم مش عاجب يعني مش عاجبني لسه مش حاسسهم. امبي برده لسه ما دخلش مقاولين لسه ما دخلش المقصه ها بيحاول لكن اللي باين عليها كابتن ابو العيله يعني هو في ملامح باينه كده يعني في فيوتشر عنده ملامح في الكوره كمان في الاداء الفني نفسه بتاعه موجود اللعيبه اللي ممكن تجيب لعيبه كتير جدا بس ما بتعرفش تشتغل معاهم او ما بتعرفش توصلهم للحاله الفنيه والفنيه الفرقه كويسه القويه بالظبط. الفيوتشر عاملين شغل كويس جدا. سيراميكا ماشي كويس طريقه كويس. الزمالك الاهلي بيراميدز المحله بس المحله هيظهر اكتر مع الماتشات المضغوطه. السباك المحله يعتبر عامل ظاهره ما خسرش ولا مباراه. انا بقول لك اهو بقى هنتفرج عليه في الماتشات المضغوطه اللي هو اصلا معندوش امكانيات. 8 نقاط من 4 ماتشات حلو. هات بقى هات كل 3 ايام ماتش هيظهر 2 فوز 2 تعادل هتظهر بقى كل 3 ايام ماتش لان مفيش دكه كتير هتلاقي اصابات هتلاقي اجهاد فهيخش في الحته دي. هي دي للاسف مشكله الفرق اللي معاها او اللي بتصرف والفرق ما بتصرفش. بتظهر امتى؟ بتظهر في الماتشات مضغوط. لما تيجي مثلا بيراميدز اهلي زمالك هتيجي عندك ماتش كمان 3 ايام هتلاقي ممكن 5-6 اتغيروا في التشكيل ومش تحس بفوارق ونفس اللعيبه وبتاع والكلام ده. لكن تعال بص على المحله الدخان الانديه اللي هي ما صرفتش كتير هتيجي تبص عندها ولا 10 لعيبه او 12 لعيب اللي موجودين تيجي بقى كل 3 ايام ماتش اصابه حصلت اصابتين تلاقي الأداء. طب انا هفكرك بس هو يحسب للكابتن عوده طبعا يعني هو يحسب للكابتن عوده طبعا ان هو متواجد دلوقتي لا لا عامل شغل كويس قوي ومؤدي كويس جدا لكن انا بتكلم ضغط الماتشات اللي هيكون في عونه هيبقى مشكله كبيره. ده هتبقى مشكله كبيره ده خاصه ان هو بيلعب كمان عبده هشام فيرويد عبده يحيى بيلعب راس حربه الولد الصغير رقم 7 ده هو اصلا بيلعب هاف ليفت لان هو ما جابش ما لحقش يجيب راس حربه مستني لسه تدعيمات دي كمان في يعني. عارف ان اسوان السنه اللي فاتت اول 3 ماتشات 9 نقاط 9 نقاط ومهبط كابتن السنه اللي فاتت المحله اللي قعدها في الدوري فوزهم على الاهلي والزمالك وتعادل بيراميدز صح هم الثلاث ماتشات اللي قعدوه لكن تعالى شيل دول هتلاقيهم هبطوا. لا هي الفكره بس في الجدول المصري والاسماعيلي يمكن المصري متواجد في نص الجدول لكن انا اداء النادي المصري لسه لم يرتقي للنادي المصري اللي احنا نعرفه. وبرده انا مش عايز اقول ان في لعيبه جديده التشكيل بتاع النهارده كله كل مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده يعني النهارده كان بيلعب عمرو موسى وجنب منه احمد علاء هو اللي جاي هو اللي جاي ما مشيش ناس كتير نفس الفرق يعني هو مش عشان الناس مشيت بس القوام موجود القوام موجود فعشان كده عنتر وجريده قدام منهم ازينيكا وفريد شوقي في نص الملعب الاثنين فكل الناس موجوده يعني لكن يعني مش عايزين نقول ان ايه ما الراجل ما جابش حد لا في قوام فرقه موجود وانت بنيت عليه. النادي المصري طبعا ظاهره نادي اسماعيلي طبعا نتمنى ان هو يخرج من الدوري لان ما ينفعش لو ادى زي النهارده لو المصري لو الاسماعيلي ادى زي النهارده هيطلع فوق. هو محتاج الستة بونت اللي جايين كمان في ماتشين طبعا قبل التوقف اللي جاي بتاع المنتخب مهم جدا ان هو ياخد النقاط دي لان لو دخل على التوقف وهو في ظروف صعبه كده اعتقد ان هتبقى فتره صعبه جدا. الاسماعيلي من ضمن حظه السيء ان هو دلوقتي بيدفع ثمن البدايه الغير موفقه. انت عارف لما تبدا اول مباراه يا برضه كانت صعبه كابتن وبعد كده تلعب الزمالك والاهلي في 4 جولات كابتن طلعت برضه موضوع كورونا وعدم وجوده فتره مهم جدا طبعا المدير الفني المدير الفني ده هو حظهم بقى وحش في كده. لو كابتن طلعت كان موجود كان اعتقد الموضوع لا التعاقد كان متاخر اعتقد كمان رئيس النادي كابتن احمد عبد اللطيف اللي هو دكتور الاحمال كمان برضو كان كورونا خط الاحمال كورونا ده برضو شغله هيبقى قوي جدا. وكابتن طلعت نفسه اللي هو مدير فني كانش موجود فبرضو حظهم كان وحش طبعا حظهم وعنده الماتش الجاي المقاولين من المحل رئيس النادي كمان ما كانش كان واخد قرار ان هو مش نازل انتخابات فكل دي حاجات ايه يعني ايه طب خلاص انا يعتبر خلصت مهمتي. اللي بيختلف عن اللجنه دلوقتي بتاعتنا الحاليه اللجنه حاليا دلوقتي قاعدين ايه يعني محمد انت لسه لغايه النهارده بتتكلم في كروت الناس لغايه النهارده شغاله عارفين مثلا ان ممكن بعد فتره النادي ما يكونش معاهم وبيتكلموا في تجديد للعيبه. لا ده النادي الاسماعيلي مر في فتره اللي هي تكوين الفرقه واللي هي الاساس اللي انت بتبني عليه طول السنه لا كانت فتره صعبه عليهم جدا يعني. انا كابتن شايف ان الاسماعيلي محتاج ترتيب بس يعني كابتن هبه راح رتب الدنيا شويه وصل بيهم ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه ترتيب بس الترتيب الصح انا بتكلم بس الماتشين اللي جايين مهمين جدا عشان يستفاد من التوقف الجاي لما بيكسب برضه الدنيا بتبقى هاديه شويه. طب انا ما ينفعش مع يوسف حمدي ما اتكلموش عن ظاهره الاتحاد السكندري. طبعا الاتحاد السكندري يوسف جاب 8 اجوان وداخل عليه داخل فيه 9
اهداف، هو عنده 7 نقاط وفي المركز السابع، لكن ظاهره ان هو داخل فيها اهداف كتيره جدا جدا وجايب الحقيقه اهداف معدل عالي قوي. يمكن هي المباراه الاولى طبعا مباراه السموحه كانت 4-4-1 وبعد كده رجع 4-4، طبعا مباراه كانت صعبه جدا، يمكن حته خط الظهر ده كان عامل مشاكل كتيره للكابتن حسام، لكن خليني اقول لك ان هي ظاهره دخول الاهداف حته انك تحرز دي، وانا يمكن انا قلت قبل كده ان نادي الاتحاد لما تدخلش فيها اهداف هيكسب. الماتش اللي بعديه جاب 3 كسب 3-2 اللي هو ماتش فيوتشر، طبعا مباراه بيراميدز برده حصل فيها عمليه توفيق، فانا شايف ان خط الظهر بدا يتظبط دلوقتي، يمكن عشان كابتن حسام بيلعب كره هجوميه، لكن هو طبعا ترتيبه في الجدول حته ان الماتش الاخير يكسب 1-0 وما يدخلش فيه اهداف يبقى كده في عمليه تعديل مهمه جدا. انا قلت يمكن محمد عبد السلام موجود، هو محمد مجدي 2 مساكين لسه ما شاركوش مع الفريق، لما يشاركوا في الحته دي وصبر وسيد سالم يروح مع صبر رايحين ناحيه الشمال، اعتقد ان خط الظهر هيتظبط بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري. طيب وقتنا للاسف خلص بسرعه، بشكرك طبعا يوسف حمدي نجم نادي الاتحاد السكندري ونجم نادي الزمالك صلاح. بشكرك يا محمد والله، وسعيد ان انا كنت متواجد معاك النهارده، واحمد كان وحشني، كويس ان انا شفته حبيبي يا شكرا. طبعا احمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق، بشكرك شكرا حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن مبسوط انك كنت مع حضرتك طبعا وكابتن يوسف حبيبي. طيب ان شاء الله بعد الفاصل الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محمد الجبالي سنو.